هناك خوف على ما يسمى هم قالوا غير ذلك خوف على ما يسموه بالعدل قالوا الاحزاب الرفاعيه الموجوده في الوقت ده أهلا بكم أصدقائي الأعزاء، وكما وعدنا هنعمل حلقة وحلقات، وليست حلقة واحدة، ستكون عن الصديق العزيز ديفيد رجل الكهف، يعني في صالون الإنسانين بالعربي. وأدعو جميع الأصدقاء اللي يعرف ديفيد لتناول مشروعه ويكون امتداد، وزي ما بيقولوا في عندنا في مصر اللي خلف ما ماتش، ده على مستوى اللي خلف ولده أو بنت، ما بالك اللي خلف يعني كتب، اللي خلف محاضرات، اللي خلف أفكار. هذه الأفكار لابد أن تتفاعل في واقعنا العربي وواقعنا الإسلامي وواقعنا حتى الإنساني، فوق القوميات وفوق الأديان والانتماءات حتى الفلسفية، حتى يكون العالم مكان أفضل كما كان يحلم ديفيد وكما يحلم الكثير مننا، أولكم أنا ولعله كثير من الأصدقاء والأحباب الذين يعني يتابعون ديفيد ويتابعوني ويتابعون أي شخص بيحاول أن يقدم شيء مفيد في الإطار الإنساني الثقافي. نحاول أن نكون أفضل، نحاول أن يكون العالم أكثر رحمة، الإنسان بأخيه الإنسان، وأن يكون الإنسان يعني كله، الإنسان كله بألوانه المختلفة، بأجناسه أو بجنسيه، يعني الذكر والأنثى، بأديانه، بمذاهبه، جميعا متطلعين لسعادة إنسانية حقيقية. وأظن يعني أو مش أظن أعلم أن ديفيد كان يعني على هذه الجادة وعلى هذا الطريق، أي متطلع لعالم أفضل. أنا عرفت ديفيد، ويمكن يعني سأتكلم عن معرفتي به أولا كديفيد الإنسان. ناس قالوا لي يعني ده في واحد عمل فيديو اسمه ديفيد رجل الكهف، فأنا استغربت الاسم أولا، وفي أحد القناة، في القناة بتاعته اللي هنحطها لكم على الشاشة كمان شوية، الشخص ده هو عامل حلقة وبيشكر فيك وبيقول انك يعني ايه، بيوصي الشباب والبنات بان هم يتابعوك، وبيقول كمان يعني ان هو استفاد منك وكده. المهم يفوت كام يوم، وبعد شوية عن طريق وساطة واصدقاء يتواصل معايا في الفيسبوك. الكلام ده كان في سنة 15، يعني من حوالي 7 سنوات، وبدأ تبقى بينا صداقة عبر الفيسبوك من سنة 15، يعني أكلمه ويكلمني، مش مجرد واحد سمعت عنه. وكنت في الأول يعني بعادة العقل، الشخص اللي نشأ زي وزيك معظمكم يعني في منطقة الشرق الأوسط، كنت مستغرب شكله، يعني واحد بدقنه ويلبس قبعة وبتاع ومش عارف إيه. فيعني بعد كده بقيت أهزر معاه وأقول له أنت بتعمل كده ليه، هحكي يعني القصة. فالراجل يعني كنت مستغرب منه، بس كنت عشت في بريطانيا شوية، يعني 10 سنين مش شوية، قليلين، فكنت بشوف الهيبز وكده، فقلت يمكن متأثر بكده. لكن الحقيقة ده يعني يمكن معرفتي بديفيد علمتني ان الواحد ما يحكمش على الشخص بايه، بمظهره. يعني احنا بمظهر اللحية الكبيرة قوي دي بتكون يا اما حخام او قسيس او واحد سلفي او ما شابه ذلك، لكن ديفيد كان له رؤية جميلة وإنسانية في الحياة. ووجدت فعلا ان من الغباء بمكان ان الواحد يحكم على الإنسان من شكله أو من ملابسه أو من هيئته. وديفيد رغم يعني ممكن شكله يبدو للبعض مش غريب، حتى بعض الناس شافوه شكله في بعض له بعض الصور يشبه فيها السيد المسيح، إلا إنه هو كان يعني أرق من نسمة، إنسان طيب للغاية، ذوق جدا، وكان هو وراء الندوة اللي عملناها. وقابلت العديد من الأصدقاء اللي اتصلت بيهم جميعا، يعني أو حاولت أبعت لبعضهم، فنجحت في الوصول للبعض وفشلت في البعض. فأرسلت للأصدقاء يعني أولهم الأستاذ نور ساسي، الأستاذ التونسي، اللي كان هو وديفيد اللي رتبوا لي رحلة جميلة قضيت أيام فيها في أصله، بعد كده قضيت 3 أو 4 أيام في بيت ديفيد في أحد قرى دولة السويد، وبعد كده رجعنا
الى النرويج والتقيت باصدقاء كثر منهم قيصر من ستوكهولم عراقي، والاستاذ حكمه سليمان ابو الحكم من الدنمارك ايضا عراقي، والاستاذ امير احمد ايضا، بس للاسف الشديد ما تقابلناش معاه، وقابلت اصدقاء اخرين منهم الاستاذ هيمن والاستاذ حسان واخرين من المغرب ومن سوريا، الاخ العزيز ايضا فراس. فبعت الكل هؤلاء وحسن البدري من جوتنبرغ مدينة في السويد، وذهبت إلى حسن البدري زرته وقضينا أيام حلوة أنا وديفيد وحسن وأصدقاء آخرين كمان، ويعني أرسلت الحسن بس ما ردش، يظهر التواصل بيني وبينه مقطوع من المدة. فيعني كل التحية والفضل في هذا كان لهذا اللقاء اللي تم ترتيبه، كان فيما أظن لديفيد الذي كان يتصل بي دائما وهو الذي رتب كل شيء، ولعله هو اتصل بالأصدقاء الآخرين، وأيضا الأستاذ نور يعني أكرمنا جدا في بلدة في بلدته التي هي شمال مدينة أوسلو. والحقيقة يعني حوارات كتير مع ديفيد، يعني جمعني بديفيد حب الفلسفة، حب برتراند راسل والمدرسة الواقعية الإنجليزية، حب الفلسفة النفعية، يعني جون ستيوارت ميل وبانتام وآخرين. وكانت حواراتنا لما رحت له عنده في البيت كانت حوارات غير منتهية، وكلمني عن أشياء يعني كثيرة في حياته الشخصية وعن اسمه الحقيقي وكل هذه الأشياء اللي ما فيش داعي لذكرها. هو الراجل غير اسمه، يعني ديفيد رجل الكهف، هذا الاسم موجود في الباسبور بتاعه السويدي، وهو الذي كان يتعامل به، وكأنه أراد أن يتحول عن مرحلة من مراحل حياته، من مرحلة كان فيها منتميا لأفكار تقليدية ورثها من غير حول منه ولا قوة، زي ما كلنا اتولدنا في أسر مختلفة، اللي مسلم واللي مسيحي واللي سني واللي شيعي والأرثوذكسي والبروتستانتي والدرزي وأشياء كثيرة، ولكن هو اختار أن يكون إنسانا يعني حرا، مفكرا حرا إنسانيا، وأراد أن يكون يعني حتى كنت قاعد أهزر معاه ساعات في مسألة أنه هو مهتم جدا بمسألة حقوق الحيوان، فأقول له إحنا يعني في الشرق الأوسط لما أتكلم واحد عن حقوق الحيوان يعني احنا لسه بنتكلم في حقوق الانسان يا عم ديفيد، وانت ايه بتكلمنا في حقوق الحيوان؟ يعني الحقيقه رحلته الانسانيه ومشروع الفكري معنا اصدقاء كثيرين، لا اريد ان اطيل في الكلام واعطيهم الفرصه، لكن اريد ان اشير الى نقطه. يعني انا ذكرت علاقتي بديفيد وذكرت عن ديفيد الانسان، والنقطه اللي انا عايز اقولها قبل ما اعطي المايك للاصدقاء واحدا تلو الاخر، أقول المسألة بتاعت كيف مات ديفيد رجل الكهف. يعني ديفيد طبعا هو كان يعاني من مرض مشهور نفسي، وهو يعني قاله في العلن، وإلا لو كان قاله لي على الخاص ما كنتش قلته، يعني اللي على الخاص يفضل على الخاص واللي على العام يفضل على العام، فهو قاله وعمل كمان، يعني وكان مرضه النفسي دافع له إنه يعمل سلاسل في الإيه، في يعني إزاي المريض النفسي يقاوم الأمراض النفسية ويواجه هذه الحياة القاسية. يعني ولعل مثلا هذه هي الندوة اللي احنا عم صورة الحسن البدري وابو الحكم وقيصر وأمير، وحيكونوا كلهم معانا هنا وشايفينهم على شمال الشاشة، ومعانا كمان، وده طبعا دي صورتي أنا، وهنا كمان هنجد ايه دي المحادثات اللي بيني وبينه في الاخر، يعني هي محادثات ايه عامة، لانها كانت يوم 11 و12 مارس، وهو انا كما علمت ان الوفاة تمت يوم ايه يوم 13، يعني يوم 13، وانا عرفت بيها بعدها بثلاث اربع ايام عن طريق اصدقاء لما شفت بوست لامير طلع لي ازاي. انا عادة ما بخشش على الفيسبوك كتير، لا اخش اكتب اعلان ندوه او شيء من هذا القبيل، وساعات اتصفح كده فدايما تطلع لي يعني يا ناس حد عندها خبر وفاه او عيد ميلاد يطلع لي في الاول، يعني اكن الخوارزميات بتاعه الفيسبوك بتعمل كده، فاكتب تعزيه اكتب كذا، فاتخضيت لما لقيت هذا، فارسلت لقيصر وامير على الخاص بقول لهم ايه الحكايه يا جماعه بالخبر المنيل دهوت، الخبر السيء ده
ايه اللي حصل. فحصل التواصل بيني وبين امير وبيني وبين قيصر. وهذه الكتب انا ممكن اسمعكم اخر رساله لانها رساله برضو لعامه نتفق فيها انا وديفيد على محاضره يوم 22 يعني في المحادثات اللي بيني وبينه. يعني كان بالصدفه المحضه برضو لو بصيتوا على القناه هتجدوا اخر محاضره في القناه كانت هي المحاضره اللي انا كنت مشاركه لي فيها مع الاستاذ ادم ايشو في احد القنوات وشيرها على صفحته من حوالي اسبوعين وشيرتها انا ايضا على صفحتي النقد الديني والثقافي ديفيد رجل الكهف مع احمد سعد زايد. وبعد ذلك يعني قال لي يا عم احمد احنا عايزين نعمل حاجه مع بعض فروحت انا مكلمه بعدها وكان بيننا حوارات خلال السبع سنوات دي ساعات يعني تبقى يعني يوميا وساعات اسبوعيا وساعات تمر فترات لما رحت انا الصين والهند وكده انقطعت العلاقه. واذكر انه عزمني على رحله قال لي احنا والشباب عاملين رحله لفنلندا وفي مجموعه بتاعه النرويج وناس تانيين جايين المجموعه اللي عرضت صورهم من شويه وهيطلعوا معانا كمان شويه يتكلموا بعضهم يعني كان فيها برضو قيصر ويمكن ابو الحكم طبعا ما رحتش يعني فما اعرفش مين اللي راح ومين اللي ما راحش وحسن البدري وذكر لي الاسماء هو في وقتها. وانا طبعا قبل ما اطلع النهارده الصبح قعدت اراجع محادثاتي مع ديفيد فوجدت اول محادثه ليا بيه كانت في اول سنه 2015 بعضها هزار وبعضها يعني كلام كثير يعني ممكن يعني ما يكونش مفيد قوي لحضراتكم لكن اللي هو ممكن يكون مفيد اللي انا عايز اقوله يعني شهادتي انا الشخصيه وممكن ايه نسمعكم الرساله بتاعه الصديق الغالي ديفيد اللي لعلها يكون فيها سلوان لاهله او لمحبيه. كانت يوم 12 فين الرساله يوم 12 اهي. مساء الخير يعطيك العافيه حبيبي اسف على التاخر بالرد بس مريض اسبوع. شكرا على الكونتنتس وضافتني على الفيسبوك ان شاء الله ستتحسن من الثقل الشيء واكيد اتشرف اطلع معك بالصالون صديقي اكيد إذا بتحب ممكن نحكي شيء بالفلسفة. شو رأيك نحكي شيء فلسفة أخلاق؟ توقع أي ما بحسب متابعتي يمكن ما كتير من زمان ما لك حكي بهذا الموضوع سواء إذا بتحب يعني فلسفة الأخلاق بشكل عام نظرة عامة عليها أو إذا بتحب شيء معين يعني نناقش مثلا أخلاق الحيوان أو نناقش مثلا معضلات أخلاقية معينة نجادل فيها أو وجهة نظر عامة أو نظرة عامة كلانية على كيف تأتي الأخلاق من دون دين يعني نعجي الناس إنه في شيء اسمه فلسفة أخلاق وفي إلى مراجعيات أو إلى آخره. إذا بتحب يعني ممكن الفكرة تكون لطيفة هذا. ديفيد طيب شوف أنت بس فوق كده من الوعكة الصحية اللي أنت فيها دي ونتكلم بعدها ونحدد فكرة الأخلاق حلوة والعلاقة الأخلاق بالدين وبالبيولوجي برضو جميلة ممكن ندردش مع بعض نعمل إيه حوار كده يكون واقعي يعني هذا كان الحوار اللي كان بيني وبينه آخر حوار تم بيني وبينه يوم 12 مارس يوم السبت الماضي أو يعني تقريبا من السبت قبل الماضي قبل السبت قبل الماضي ويعني كان الحقيقة يعني النهاية بالنسبة لي مؤسفة لكن هي نهاية الإنسان كلنا حاول تبقى نهايتنا يعني ممكن كل واحد فينا يعني عنده شك هيعيش قد إيه هيتجوز هيخلف مش هيتجوز مش هيخلف هينجح هيفشل لكن كلنا يعني سواء كن إيش دينك إيش ملتك إيش فلسفتك ملحد مؤمن كلنا عارفين إن نهايتنا الحتمية هنا الموت. ولعلنا يعني من العبقرية إن الإنسان خصوصا بعد اللي مر فيه من فلسفات وأديان إن إحنا نحاول نجعل الموت طقس احتفالي طقس احتفالي كما يعني إيه نتصالح معاه. إن اللي يموت أنا ضد فكرة إن إحنا نعمل حفل تقديم أو نعمل كذا يعني حتى يعني في وفاة الصديق والأخ الأكبر الأستاذ سيد القمني قلت عايزين نعمل احتفال بحياة الرجل وليس يعني عزا ونجيب يعني ايه ناس تقول كلام يبكي لا احنا عايزين يعني لعل مثلا فكره الفنانه الجميله صباح لما وصت في وصيتها ان احنا
انها لما تيجي تموت ما يحصلش الطقوس التقليديه وتحصل الطقوس احتفاليه فيها بهجه فيها الدبكه الشاميه الرقصه بتاعه اخواننا الشوام وزي ما حصل وشفنا كلنا في وسائل الاعلام. فانا يعني يعني ادعو الناس انها يكون احتفالنا بالظاهره الواقعيه الموت مش زي الندابات او النائحات ولا زي الناس الشامتين والشامتات من الناس اللي هم منزوعي الانسانيه. يعني انا احزنني ولعله اذا كان احزنني قيراطا فيحزن اهله الناس اللي هم السوريين الطيبين المتدينين يجدوا ابنهم بعض الناس يقطعوا في عرضه ويسبوه بعد ان يموت وهو الرجل يعني مهما كانت سبب الوفاة يعني تعددت الأسباب والموت واحد. وهو ديفيد في أحد الفيديوهات يعني بالإضافة أنه هو راجل عنده مشاريع كثيرة زي ما هيقول كمان بعض الأصدقاء صديقي الناشر لكتبه وصديق اللي يقوم على تحويل كتبه لكتب صوتية وأصدقاء آخرين كثر يعني وأهله. أنا تواصلت اليوم صباحا مع أخوه الأستاذ كنان ويعني الفكرة يا جماعة إن الراجل مهما كانت سبب وفاته يعني ده أبسط حقوق الإنسان إن هو تحترم هذه النهاية. وبعدين أنا أعجب خصوصا من الناس اللي هزين يلبسون مسوح الرهبان أو رجال الدين أو القساوسة أو الشيوخ أو ما شابه ذلك ثم يشمتون. يعني وشخص السيد المسيح نفسه مات وهو أقل من ديفيد عمرا وحتى شخص النبي مات وهو دون الستين دون الستين ميلادية يعني 63 هجرية يعني أقل من 60 سنة. فلماذا الشماتة يعني والحقير هو من يشمت سواء كان الميت يعني حتى لو عدوك مات خلاص مات يعني أنت عاوز منه إيه يعني إذا كان مات أي إنسان. لكن هذا شمت الشخصيات اللي هي منزوعة الإنسانية الشخصيات التي ذات التفكير العنصري التي تجعل الآخر المختلف معها ليس إنسانا وتستبيح تعذيبه تستبيح رجمه حتى الموت تستبيح قتله تستبيح كل الموبقات فيه. يعني كتبه يعني أنا هحطها على الشاشة ثم أعطي الكلمة للصديق أمير وهو جاره ويعرف نفسه كل شخص يتكلم يعرف نفسه هو كتاب ديفيد هذا وكتب اللي اعطاه لي الصديق الناشر هو كتابه عن اضطراب ثنائي القطب. وده من ابداع شخصيه ديفيد ان هو يعني حاول يقدم يعني ايه من خلال خبرته العلميه والعمليه كتب في هذا المساله. وفي اهداء له رقيق يعني ما تصوروش الاهداء ده عزيز عليا قد ايه كتبه لي في كتاب بل مثقف لما التقيته في السويد في منزله هذا الكتاب والاهداء هنا اهو. يعني كاتب لي حاجات لو انا يعني ينبني منها ربعها فانا هكون من اسعد الناس. يقول لي الى احد اكمل المثقفين العرب في العصر الحديث الى من سيكون احد اهم ركائز النهضه في هذه الامه الى اخي الكبير الذي لم تلده امي. وبعد كده كلام موجود وشيرته على الصفحه عندي مفيش داعي لقرايه بقيه الكلام. يعني فيه من يعني حسن الظن بيه وانا كان يعني عقيدتي وافكاري حول ديفيد مثل هذا واكثر. يعني ديفيد بخلاف الفلسفه بخلاف الفكر بخلاف التجربه الدينيه هو انسان جميل رقيق. يعني لما كنا نروح المتاحف لما زرنا جوتنبرج اللي هو الاخ حسن البدري لما كنا مع نور الاخ التونسي في مدينه اوسلو ولفينا ورحنا المتاحف وكان معانا قيصر واصدقاء اخرين ولما عبرنا الكوبري وكان معانا ايضا قيصر. فحنطلع الاصدقاء يتكلمون ولعلهم يكونون افصح مني لسانا فيقولون ايه ما لم اقله وتفضلوا يا جماعه. فنبدا بالترتيب في قيصر معانا وصل كمان فزي ما اتفقنا هنخلي يعني التحيز الاول لاهل ستوكهولم ثم بعد ذلك لاهل النرويج ونختم بمين بمعتز وهيثم شركاء ديفيد في مشروعه الثقافي. الكتب بتاع ديفيد هيكلمنا عنها معتز والندوات
تحويل الكتب لوسائل التواصل الاجتماعي وكتب صوتية، هيكلمنا عنها هيثم وهنا على المنصة يعني، والمفروض يحضر معنا كمان شوية كنان، ولو دخل كنان كما قلت للأصدقاء قبل البث هيكون له الأولوية في الحديث طبعا. وهنتفضل الأول أمير، ثم قيصر، ثم أبو الحكم، وياريت كل واحد يعني أنا اتكلمت للأسف يعني معلش استحملتوني 20 دقيقة، فأرجو أن كل واحد فيكم يعني ما يتجاوزش 15 دقيقة. فتفضلوا يا أصدقائي، وحنخلي الكلمة مع أمير أولا. تفضل يا أمير. مساء الخير عليك أستاذ أحمد وعزائي. ياريت أنا حقفل موبايلي، حقفل اسمه إيه المايك، وكل الأصدقاء يقفلوا المايك بس. تفضل. مساء الخير عليك أستاذ أحمد، مساء الخير على الحاضرين وعزائي إليك والكل اللي يتابعون ومحبين دافيد، هذا الإنسان العظيم اللي فقدناه للأسف، حبيبي وشريك يعني شريك كفاحي خلي أسميه. كانت مقدمتك جدا جميلة وأعتقد كافية ووافية عن الأخلاق وعن التسامح المفروض يكون بعد موت الإنسان وعن دافيد، ومو أنا اليوم اللي أجي أقيم دافيد أو أذكر عنه شيء، فدائما شهادة الصديق مجروحة. بس اللي حبيت أقوله يعني أنا وهلا أنه مثل ما أنت قلت كان عندك عنده مشاريع مستقبلية وياك ويا حضرتك وياي أنا بالذات، وكنا متفقين على عدة أمور ورحلات نسويها بالمستقبل القريب، لكن للأسف يوم الأحد كان آخر مرة هو ظهر على الإنترنت، فحاولت أتواصل وياه بعدها ما كان أي تجاوب من يمه، جهازه مغلق أو خلص شحن ما أعرف، فاضطرينا نتصل بالبوليس. أنا اتصلت بهم شخصيا وقدمت بلاغ أنه قلقان على صديقي، خاصة أنه هو يبعد عني يعني عدة ساعات، مو قريب عليه كلش. وللأسف البوليس وصل الشرطة وقام توفي، وهذا آخر ما سمعناه من البوليس. طريقة وفاته وسبب وفاته لحد الآن لم تعلن، التحقيقات لا زالت مستمرة، ويمكن يسفنا الأستاذ قيصر لأنه هو على اطلاع وتواصل ومع البوليس. حتى وإن كان إن تواصل مع البوليس، فأعتقد أهل المتوفي هم لهم أولوية يعرفون الأسباب. لا نعرف إن كان منتحرا أو متوفي وفاة طبيعية أو قتل احتمال، هذه الأشياء لحد الآن لم تعلن، وممكن متابعينا اللي جاي يسمعونها هسه يدخلون على صفحات البوليس ويشوفون، دائما ينزلون أخبار بشكل دوري عليها، لحد الآن أنا متابعهن وما نزل عنا أي خبر. ف عزائي اللي قاعد متأثرين بوفاة دافيد، وبنفس الوقت استغربت من كم المنشورات اللي نشرت عن دافيد والمعلومات المغالطة، إن كان إنه هو انتحر أو إن كان قتل، والمعلومات اللي أصلاً مغالطة يعني من ناحية سكنه، يسكن ستوكهولم، ما أعتقد هو في اليوم سكن ستوكهولم ويمتلك ثروة، وهذا الشيء يعني معروف للناس كلها، دافيد رجل علم وما في اليوم اشتغل، خاصة في فترة إنه كان بالسويد ويحمل عدة جنسيات، وهذا الشيء يعني أنا أكد أنه لا يحمل سوى الجنسية السورية، قدم على الجنسية السويدية ولكن للأسف ما لحق يستلمها. فما أعرف شو أقول بعد، الحدث أثر بينا كلنا بصورة عامة، ولكن اللي أكد لحد الآن ماكو أي تقرير صدر من البوليس يؤكد أو ينفي أنه انتحر أو قتل، لحد الآن إحنا ننتظره وعلى تواصل مع أهله في حال إنه أهله هم اللي يعرفون، لأنه بالأكيد بالتأكيد راح يدزون الأهل الخبر أول شيء، ومن بعدها ممكن يصير للعلم. أنا هاي مداخلتي بالوقت الحالي أستاذ أحمد، ممكن تأخذ مداخلات الأخوة البقية. ماشي يا صديقي العزيز، والكلمة ممكن الآن أعطيها للأستاذ قيصر برضو يكلمنا عن الراحل ديفيد الغالي، ويقول لو عنده معلومات يفيد بها الناس، معلومات محققة كما ذكر
يعني أمير إن كتير من الناس بتتكلم بما لا تعرف. أنا حتى ناسي اسم المدينة اللي قعدت فيها 3 أيام معاك، كانت قرية صغيرة على بحيرة في غرب السويد، وعلى بعد يعني 2 ساعة بالسيارة أو 3 ساعات من جوتنبرج، حيث كان يعيش صديقه وصديقنا حسن. وأنا عارف بعد كده إن هو انتقل إلى يعني أحد ضواحي السويد، مدينة تبعد ساعة أو قرية، برضو ناسي الأسماء بتاعت المدن السويدية، لكن ممكن قيصر يوضح لنا أكتر. وتفضل يا عم قيصر. مساء الخير أحمد، تحياتي لك ولكل الحضور، تحياتي للأخوة المتابعين. وللأسف نلتقي اليوم في يعني ويمر علينا حدث صراحة أنا أعتبره من أكثر الأحداث اللي صدمتني في حياتي، هو فقدان الحبيب والأخ الراحل دافيد، ممن يعني تشرفت أن بصداقته كما هو في يعني في كتبه كان يكتب لي الإهداء أنه صديقي فخور جدا بصداقتك وأتمنى أن تدوم صداقتنا صداقة جمعتنا. وهي بالفعل دامت، يعني دامت لحد أيام حياته. وتشرف أيضا أن سلمت هذه الكتب مباشرة من دافيد. بالنسبة لموضوع الحادث وكيف حصل وكذا، مثل ما قال الأمير أنه آخر يعني آخر مرة التقيت فيها بدافيد كان هو قبل حوالي 3 أسابيع بالضبط، كنت في زيارة لمدينته. والمدينة اللي يسكن بها دافيد هي أوبسالا، ليست ستوكهولم، أنا أسكن في ستوكهولم لكن دافيد في أوبسالا، وهو يدرس في جامعة أوبسالا ماجستير في الفلسفة، وهو الماجستير الثاني اللي يدرسه دافيد في الفلسفة بعد ما أنهى الأول في جامعة كينشوبينغ. صديقي العزيز قيصر، الأستاذ كنان دخل معنا، أخو دافيد، فححطه، أنت كمل كلمتك وحنزل أمير بعد إذنك، هخليك معنا في الاستوديو أمير تحت، الشاشة ما بتاخدش أكتر من 6، فهطلع كنان مكانك، وباعتبار ان انت خلصت ولو احتاجناك خليك معانا، خصوصا لو في مثلا تعليقات او شيء ممكن تعلق عليها. فهشيلك من البتاع ده ازاي؟ فين الامير اهو. اهلا بيك يا كنان. قيصر الان صديق دافيد من ستوكهولم هيخلص كلمته، وحضرتك تتفضل تقول لنا يعني وطبعا كل العزاء ليك وللوالده وللاسره كلها يا كنان لو كنت تسمعنا، ويا ريت لو تقدر تفتح الكاميرا والمايك يعني اول ما تسمح لك الظروف. قيصر هيخلص كلمته وبعدين المفترض انت وبعدين بقيه الاصدقاء. تفضل يا قيصر. نعم احمد، ومثل ما قلنا انه يعني هي وهذا كان اخر لقاء قبل حوالي 3 أسابيع، تناولنا العشاء سوا وكنا نحكي ببعض الامور، اكيد نقاشات دائما تكون ثقافيه وحتى نقاشات شخصيه بالنسبه لدافيد، يعني كان يحكي عن الموضوع يعني امور شخصيه تتعلق فيه، دراسته ايش راح يسوي فيها. الرجل كان عنده مشاريع، يعني كان يحكي لي شو اللي قاعد يسوي وكذا في الفتره القادمه. فكان هذا آخر لقاء شخصي وياه قبل حوالي 3 أسابيع إلى 20 يوم تقريبا، إلى أن اليوم أعتقد السبت الماضي، الأسبوع الماضي ليس هذا السبت، أول أمس اللي قبله، أعتقد كان آخر تواصل بينه وبين صديقنا يمكن هيمن، وكان عنده شات أيضا مع أحد أصدقائنا أحمد يوم الأحد، بعدها اختفى ما كان أكو فيه تواصل. جتني رسالة من أي من يمكن يوم أعتقد الثلاثاء الأربعاء الحدود هذا، يقول إنه دافيد مقفول تليفونه ماكو، دزيت له رسالة، اتصلت على رقم كان مغلق، دزيت له رسالة أيضا كان ماكو جواب، والواتساب ما توصل الرسالة، فقلقنا يعني. وبعدين قال أمير اللي صار لاحقا بعدها، بعد ما عرفنا إنه دافيد متوفي حكينا ويا الشرطة. الشرطة عندهم دائما موقف يعني متحفظ، أنه لازم يكون أحد من أفراد الأسرة هو اللي يعني يتواصلون معاه ويعطوا اي معلومات تخص الفقيد، يعني ما يعطون معلومات حتى لو كان احد يقول انا صديقه، لكن تعرف هم دائما ياخذون موقف المتشكك والمتحفظ. طبعا بسبب العائق اللغوي مع الاهل، او احنا اعطيناهم معلومات الاهل، ممكن راح يحكي كنان عن هذا الموضوع، اعطيناهم معلوماتهم وقلنا انه دول اللي نعرفهم من اهله، والد اخوه اكثر شيء هو عنده تواصل معهم، فأكيد هم راح يتواصلون مع الأهل وراح يبلغوهم بأول معلومات. فيعني لحد الآن صراحة ما نعرف سبب الوفاة شنو،
يرجح أنه هي وفاة طبيعية، لكن الأهل هم اللي يعرفون هذا الشيء. يعني هذا موقف الشرطة، أنا أقول موقف الشرطة لحد الآن. أكيد في ما بعد راح نحاول إحنا نتواصل وياهم على شان موضوع شلون الإجراءات راح تصير، مال يعني كيف يعني يوضع دافد في مثواه الأخير، ونتمنى أن نكون إحنا حاضرين بهذه المراسم والشعائر. بالنسبة لدافيد يعني كشخص عرفته أنا، دافيد شخص ذكي جدا، أعتقد أنه هو ذكي جدا على هذه الحياة وعلى عموم، مع احترامي وليس تقليل شأن أحد، لكن على عموم المجتمع الذي خرج منه دافيد، والذي ربما بالكاد يفهم ما كان يفكر به شخص مثل دافيد، كان جيد جدا على هذا العالم الذي يتغلله السوء والضغينة والغباء للأسف. ودافيد كان من الناس اللي ربما أحس بهم دائما لدي يعني حزين على ما يحصل حوله. أكثر شيء يرد في بالي لما أذكر دافيد أو لما أفكر فيه أنه إنسان بريء ونقي من الداخل، صافي جدا، غير متصنع، تحسه كالطفل الصغير لما تتعامل معاه عن قرب، ما يعرف شعور الحقد، الضغينة، الكراهية ضد أحد. عمري ما سمعته حكى عن أحد وحاس أنه هو يعني عنده ضغينة ضد هذا الشخص، أبدا عمري ما حسيت به. كنت مع دافيد حتى في تجارب شخصية لخلاف مع آخرين هاجموه أو أساءوا إليه، لكن ردة فعله كانت دائما أنه هو يبتسم ويسأل، يعني يسأل بهاي براءته عن سبب احتقان مثلا أو تعصب الآخر بسبب خلافه معاه في رأي أو فكرة. دافيد ما يعرف يقيم أعداء، ولا أظنه أنه نجح في أن يكون له عدو واحد على هذه الكرة الأرضية. صادق وموضوعي ومحايد في طرحه، يعني رغم سعة الطلاعة، رغم كل ما يملك من حجج أو ميل لدعم رأيه اللي هو جدا جدا يعني متفوق أنا أشوفه فيه، لكن مع ذلك هو موضوعي جدا في الطرح. كثير من الأصدقاء ما أستطيع أن أجرد آرائهم تجاه قضايا وأفكار معينة من مواقفهم الشخصية. يعني الشخص دائما لما أسمع هذا ماركسي، هذا رأسمالي، هذا متدين، هذا كذا، فدائما لما يحكي مثلا أي صديق يجي على بالي ما أقدر أن أجرد عن هذه الخلفية. لكن دافيد الوحيد اللي صراحة كنت أقدر أن أجرده، فأستطيع أن أطمئن عند سماعه أنه يقول ما يراه صحيح بعيد عن انحياز معرفي، وقل من الناس هم كذلك. موقف دافيد من الدين، وهذا الشيء للأسف لا يفهم الكثيرين، أنه دافيد ما عنده موقف عدائي، بل هو فقط لا يجد أن الدين يقدم منظومة فكرية متماسكة. وهي لحد الآن يعني أذكرها الكلمة في بالي لما كنا نحكي، يقول ما أشوف أن الدين يقدم إجابات منطقية عن تساؤلاتي. هذا خلاصة موقفه من الدين. هو بطبيعة الحال منتقد أكيد الآثار السلبية اللي يتركها الدين على حياة الناس اليومية، لكن لا يدعي بالمقابل أن ترك الدين أو حتى الإلحاد راح يقدم بديل سحري لعيش حياة سعيدة، لكن هو فقط يدعو لنقد الموجود للحصول على الأفضل. فهو أصلا ما يعتقد أن هناك مثلا مفهوم سعادة أو تعاسة موضوعي وثابت. فهاي المشكلة اللي يوقع بها البعض. آخر شيء أقول أنه دافيد عاش الحياة وفارقها وهو على وعي بمضمونها وعنده موقف تجاهها. يعني دافيد سواء كان باختياره أو 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 بدون اختياره ترك الحياة، هو عنده فهم، هو عنده وعي، هو إنسان واعي بنفسه وواعي بمحيطه، ويعرف ما هي الحياة، وحتى يعني يصنف المواقف تجاهها، وعنده كثير من الفيديوهات اللي يحكي فيها عن هذا الموضوع. فيعني أقول أنه وداعا لصديق عزيز ستبقى ذكراه دائما، وأعتقد أن كل ما أسمع له وكل ما أتذكر أفكاره راح أحس بأنه هو لا زال يعني حي فيما بيننا. لكن أكيد إحنا خسرنا شخص استثنائي، وشخص أعتقد هذه النوعية من الناس هم اللي راح يقدرون في المستقبل إذا صار تغيير في الوعي الجمعي للمجتمعات الشرقية. فأعتقد أن دافيد هو واحد من هذول الناس اللي بدون شك ساهموا في هذا التغيير. شكرا أحمد. العفو يا صديقي. أفتح المايك، الفمايك مفتوح. العفو صديقي العزيز. ويعني هو كنان لسه مكلمه على الفيسبوك، على الماسنجر يعني، سوري على الواتساب،
وبيقول عنده النت صعب جدا، دخل وبعت لي حتى صور للشاشه مش عارف اتحمل. فهعطي الكلمه لابو الحكم حكمه، الاستاذ حكمه يتفضل. وبعد كده معانا معتز وهيثم، ولو كنان جه برضه هيكون له الاولويه في اي لحظه، هخليه يخش بعد حكمه على طول ان استطاع النجاح في الدخول للاستوديو. ويبلغكم جميعا يعني شكره وشكر الاهل على هذه الفاعليه المتواضعه اللي هي تعد اقل شيء، يعني اقل شيء بجد بمنتهى الامانه نستطيع ان احنا نفعله لصديقنا واخينا واخونا العزيز يعني اللي رحل عن عالمنا. وبنحاول ان احنا نكمل مسيره العقلانيه ومسيره الانسانيه قدر المستطاع. لا نزعم ان احنا يعني ملوك العقلانيه ولا ملوك الانسانيه ولا ملوك التنوير ولا ملوك اي حاجه، احنا كلنا ايه يعني بنحاول، وان لم يكن لنا الا شرف المحاوله فهذا يعني يكفينا كما حاول ديفيد ونجح الى حد بعيد. فالاستاذ ابو الحكم يتفضل، وبعد كده يعني مستنيين بقى معتز وهيثم. اتفضل يا ابو الحكم. طيب تحياتي أستاذنا أحمد، قيصر، أمير، معتز، هيثم، والأخ كنان إذا أجا أيضا. تحياتنا لجميع الصديقات والأصدقاء اللي موجودين أيضا بالشات. صراحة يعني أنا أيضا أقدر أقول صدمتي أيضا قوية بي، لأن هذا الإنسان التقيت به مرتين، مرة من المرات في ندوة ستوكهولم، عفوا فريدريكستاد، اللي كان بيه طبعا أستاذنا الكبير أحمد سعد وقيصر حسن البدري، كثير من الأصدقاء كانوا موجود طبعا، والأستاذ نور، الأستاذ نور التونسي اللي كان مهندس الندوة كلها طبعا المكان. طبعا أستاذ نور البس نظارة ساسي، نور ساسي، بالضبط بالضبط. في كانت إحدى الأخوات أيضا موجودة، وأخت مغربية حنان، أيوة بالضبط بالضبط. في يعني كثيرين، صديقي حسن ساكب النرويج أيضا، وهيمن، هيمن فراس أيضا كان معانا، هيمن كان موجود، فراس بيطار، فراس بيطار الصديق العزيز، فراس طبعا، وكذلك بالإضافة إلى ديفيد. بصراحة يعني أنا أعرف صديقي ديفيد من 2016 تقريبا، لما كان يظهر مع الفقيد الغالي جان برو. بعد ذلك يعني بعد ما توفى جان برو يعني أعتقد ما صار عندي حلقة معه، لكن في ندوة فريدريكستاد هناك شفته فيس تو فيس وتكلمنا، وكان لنا جلسات جانبية مع الأخ أحمد وقيصر والباقين، وكان يوم جميل. وأنا مع الأسف ما قدرت أكمل معهم، كان عندي ضيوف من ألمانيا. فبعدها قبل 3 سنين فأنا دعيت ديفيد يجي النرويج عندي، هو أول شخص يعني من نقدر نقول لا دينيين أو التنويرين اللي إجا عندي زيارة خاصة، إجا عندي وبات ليلة، ورحنا المطعم. على فكرة هو فيجيتارش، يعني بالألماني نقول فيجيتارش يعني نباتي، وكان تارك التدخين أيضا، وقضينا يعني يوم جميل كلها ضحك. ولما جينا قعدنا وشربنا بيرة وتحدثنا في أمور كثيرة. يا أخي هذا الإنسان ما في أطيب منه، يعني ديفيد بلسم صراحة، إنسان طيب إلى بعد الحدود، ما يقدر يأذي نملة. أنا أستغرب صراحة أنه أسمع في أحد يشمت في وفاته، يعني بحياته ما أذى أحد، حتى اللي يغلطون عليه يهينوه كان يجاوبهم بابتسامة. يعني بحياتي ما سمعت أغلط على أحد أو عاد أحد. المهم بعد اللقاء الفريدريك استاذ عملنا
بعض الحلقات عندي بالقناة، وآخرها كانت قبل تقريبا شهر ونص. الفيسبوك يعمل اقتراح يعني لقاءات الأشخاص أو هكذا، فذكر قلت ليش من نرجع مرة أخرى نعمل حلقة، قال لي أوكي، وعملنا آخر حلقة قبل شهر ونص تقريبا، جريمة التلقين للأطفال بقناة إجهر وإنسانيون كان، واتكلم واتفقنا أنه نعمل أيضا حلقات مستقبلية، لكن بعدها بأسبوعين تقريبا أنا صارت عندي ظروف وانقطعت عن اليوتيوب، وهذا أول يوم بعد الانقطاع أظهر يعني هكذا، يعني مناسبة مستحيل أفوتها وما أتكلم عن الفقيد الغالي. يعني مع الأسف المشكلة أنا عندي لما أتعلق بإنسان ويصير صديق وبعدين أفقده يكون تأثيره كبير علي جدا، يعني منهم جامبرو، أسماء، عمر اللي ما نعرف مصيره لحد الآن، وكذلك الآن مع ديفيد. أنا تفاجأت عامل جروب بالقيصر، عامل جروب بالواتساب، يعني ضعيفني فيه وذكر الاسم كالصاعقة علي الخبر يعني. فمع الأسف خسرنا هكذا إنسان، والإشاعات طبعا صارت مليانة هنا وهناك، ما عدا الشماتة أيضا. صراحة اللي يشمت في موت إنسان ليس ببشر مهما يكون، يعني خصوصا واحد مثل ديفيد ما عنده أي أذية على أي شخص، حتى لما يتكلم في الأمور التنويرية أو يتكلم في الأديان يتكلم بكل يعني لا هجوم ولا غلط ولا أي شيء يعني، ويركز على الأمور النفسية. صراحة كان علم من الأعلام، وخسرنا هكذا إنسان، لكن هكذا هي الحياة يعني. اللي يريد ينشر إشاعات خلي ينشر براحته، بس ما راح أحد يسمع له يعني. إحنا ما نسمع إلا من الشرطة اللي حد لها معلنة سبب الوفاة، الأهل اللي أنا قريت النعي أعلنوا أنها سكتة قلبية، فإحنا ليش نجيب إشاعات وننشر إشاعات أنه قتل أو انتحر أو ما أعرف إيش يعني. خلينا ما نسبق الأحداث يعني، هي لو سبب الوفاة أي شيء يكون الشرطة راح تعلنه وراح الناس كلها تعرفه يعني، لا يعيب إذا كان هو عاوز يعني ينتحر، أو إذا قتل التنويرين كلهم راح يكون فخر لهم أنه إنسان مات على الكلمة يعني. لكن كل هذا الكلام ما له أساس من الصحة، وإحنا ما نعرف الحقيقة لحد الآن، فما يصير نسبق الأحداث ونتكلم بأمور لسه ما بتت فيها الشرطة يعني. على كل حال أنا يعني صراحة متأثر ومش عارف شنو اللي أقوله، لكن لازم كنت أطلع وأنعي صديقي الغالي ديفيد، و يعني نتمنى لأهله الصبر والسلوان، ونقدم التعازي لأهله ونقول لهم بقاء في حياتكم، ونقدم التعازي لجميع محبي ديفيد، وهم كثيرين جدا في كل دول العالم. فهذه الكلمة اللي حبيت أقولها، وأنا ممكن بعد قليل إذا يعني غادرتكم راح أكون موجود معكم عن طريق اليوتيوب. شكرا لك أحمد، وتحياتي للجميع. شكرا ليك الصديق أبو الحكم، وأنا الحقيقة يعني حبيت اللقاء يعني والاحتفال بحياة الذي رحل عن عالمنا شاب وترك أثر كبير من خلال قناته في اليوتيوب اللي حطتها وهحطها تحت في وصف الفيديو بعد ما نخلص، وكمان من خلال كتاباته الكثيرة اللي عرضت يعني بعضها، وله 5 كتب يمكن الأحسن مني في الكلام، أنا لم أحصل منهم إلا على هذا الكتاب اللي كتب لي عليه هذا الإهداء الرقيق،
الكتب الأخرى ممكن يبقى الدور على معتز يكلمنا عنها، ومعتز يعرفنا بنفسه، وهو يعني شاب جزائري صاحب مشروع نشر ودار نشر جميلة، وكنا كمان أنا وديفيد كنا ناويين نشترك في عمل كتاب مشترك بس سبق السيف العذل، وإن شاء الله نكمله ويكون يعني إهداؤه لروح ديفيد الغالي. وأعطي الكلمة لمعتز، وبرضو كنان أخو ديفيد بيحاول يخش ومش عارف، فأنا قلت له وكلمته أثناء ما كان أبو الحكم بيتكلم، قلت له يا عم كنان اترك لنا رسالة ولو حتى على الواتساب ونزحها على محبين ومحبات ديفيد الغالي. فالكلمة مع معتز، وبعد كده هيثم، وبرضو كنان لو عرف يخش مرحبا بيه. وأنا زي ما قلت اخترت الناس الأصدقاء اللي عايشين في ستوكهولم أو يعني جنبه في دولة السويد ويعرفوه بشافها شخصية، وجماعة النرويج اللي أنا ساعدت بمقابلتهم كلهم اللي على رأسهم الأستاذ نور والأستاذ أبو الحكم والأستاذ حسن البدري والأستاذ قيصر والأستاذ فراس بيطار السوري، وخايف أنسى حد، وهيمن الأستاذ هيمن والأستاذ حسان والدكتورة حنان من المغرب. ويعني كلمة مع معتز، وبرضه يعني اللي بيتكلموا في حب ديفيد يعني ايه سوريين وعراقيين، وهو انا مصري ومعانا معتز من الجزائر وبعد كده هيثم من تونس، ففعلا يعني ديفيد له محبين في الوطن الذي يتحدث باللغة العربية من المحيط للخليج، وايضا الناس يعني هو بالحكم من الدنمارك وأصدقاء من ستوكهولم، وناس كلموني كتير جدا من كل بقاع النرويج. النرويج انت من النرويج؟ اه. ما انا مش عارف ليه متخيل ان انت في الدنمارك، انا روحت الدنمارك كنت هتصل فيك يعني، بس يلا. كويس. طيب اتفضل يا اظن كنت في انت في الدنم... في اسمها مدينة كوبنهاجن كنت في فترة. مين انا؟ اه ولا لا؟ لا لا لا, لا. لا انا كنت واهم بقى معلش، الكلام كان من 4 سنوات المقابلة. أنا جنسيتي ألمانية و 20 سنة كنت عايش بألمانيا، وصار لي تقريبا 15 سنة هنا بالنرويج. جميل جميل، ربنا يديك طولة العمر والصحة. معانا معتز، معتز بالله يوسف، عرف بنفسك وعرف بدار النشر وعرفنا بمشروعك مع ديفيد، اتفضل يا معتز. تمام، أولا تحياتي للجميع، تحياتي للأستاذ أحمد سعد زايد على إتاحة هذه الفرصة للتعريف بديفيد ككاتب وكمثقف. تحياتي لأب الحكم هيثم، وأتوجه باسمي وباسم جميع فريق درملين بخالص التعازي والمواساة لعائلته خصوصا وجميع أصدقائه ومحبيه. أنا تعرفت على ديفيد، أولا نعرف بنفسي هو الناشر كتب ديفيد، يعني مؤسس دار نشر الدرملين اللي هي دار نشر جزائرية، وكان عندي هذا فكرة الناشر، يعني عنده مسؤولية الناشر أنه بين شيئين، يعني عنده تحدي أنه يحترم عقل القارئ وينجح هذا المشروع كمشروع أنه يوصل للقارئ كتجاريا، أو لأنه هو اللي يخليه أنه يوصل للقارئ. دونك كان فيه هذا التحدي، وإن نطمح أن نكون في حسن ظن كل قرائنا. أنا ديفيد تعرفت عليه قبل كصديق، يعني من 2017 تعرفت عليه عن طريق قناته، وكنت شايف معظم فيديوهاته خصوصا أول سلسلة اللي هي خرجت من بعد كتاب، خرجت كتاب من مثقف اللي هي سلسلة الثقافة. هو كان يتكلم على سلسلة الثقافة ويركز على فكرة ما هي المعرفة وكيف ممكن أن نعرف، وإذا كان معرفتي تختلف على معرفتك وشني هما الفروقات الأساسية. بعد ما تعرفت على ديفيد كان كتابه أول مرة هو اللي هو هذا كتاب حوار مع رجل كهف في من مثقف، كان منشور بنشر ذاتي، كان هو نشره نشر ذاتي،
وكنت قبل تأسيس دار النشر في 2018 كنت أعمل مع ديفيد على أن نوصل كتابه كتوزيع. يعني كان الكتاب أولا بديت مع ديفيد كتوزيع، كان يبعث لي الكتب ولا أنا كنت أشتريهم ونوزعهم هنا في الجزائر، ونوصل لهنا. الأهم حاجة أفخر بها لحد الآن اللي هو أن أول كتاب نشرته دار النشر درملين هو حوار مع رجل الكهف من المثقف في 2018. الكتاب هو عبارة عن محاورة. هذا الجميل في كتاب ديفيد أنه ما هوش كتاب صعب في الفلسفة، أو من ورائه قصة وين صحفيين يروحوا لرجل الكهف ويسألوه أسئلة، بداية من 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 المعرفة وكيفية المعرفة والمقاربات، كيف ممكن إذ ما نشوف أن هذا الشيء منطقي والآخر يشوفه غير منطقي، يعني معايير الاستحسان والاستهجان، وكلها من وراءها قصة بأسلوب سلس وبسيط. هذه هي قوة ديفيد. وحتى في الآخر تاع الكتاب، يعني في ملخص الكتاب، ديفيد يطرق إلى شيء جميل، هو أن الكتاب عبارة عن طريقة اصطياد المثل المعروف، أن أعطي لي شخص، لا أعطي إلى شخص سمكة بل أعطيه كيف يستطيع أن يصطاد السمك. يعني ديفيد أسلوبه غير تبشيري، كان أسلوبه للتفكير. كان أنا عرفت ديفيد كإنسان مثقف طيب هادئ خلوق، رحل علينا في عز شبابه وفي عز عطائه الفكري. يعني كان بعد هذا الكتاب بثقة ديفيد قدرنا نخرجوا عدة كتب أخرى، يعني بدينا الناشر الوحيد لكتب، يعني الكتب الأخرى وين هما سلسلة. يعني بعد هذا الكتاب جاء كتاب المحاورة الثانية اللي هي الاضطرابات الشخصية، هنا بدأ سلسلة تاع الكتب السيكولوجية. وكانت نفس الفكرة، يعني الصحفيين بعد ما راحوا ولاوا لبلدهم وعادوا مرة أخرى لديفيد، هنا بدأ لهم سؤال آخر وتجربة أخرى اللي هي في السيكولوجي. كان وراها كتاب المحاورة الثالثة اللي هي في الاكتئاب، وكان وراها الكتاب الرابع اللي هي المحاورة تاع ثنائي القطب، أو تفضل الأستاذ أحمد سعد زايد ذكرها. وأنا حبيت أنا نقرأ آخر الكتاب، يعني ملخص الكتاب، وين يقول ديفيد، يقول أنا ثنائي القطب مع هيمنة لنوبات اكتئابية والنوبات المختلطة ودوران سريع ودوران سريع جدا، وإن مبتغاي من هذه المحاورة هو مساعدة إخوتي في الإنسانية كي لا يعيشوا المعاناة التي أعيشها أنا بسبب هذه الاضطرابات. لذا فإن هذه المحاورة تمسك بيد القارئ من بداية التعرف على اضطراب ثنائي القطب حتى توصله إلى الطبيب ويتابع معه العلاج حتى يستقر وضعه. يعني ديفيد كان إنسان مقبل على الحياة، وكان حتى سلسلة حوار مع رجل الكهف كان عنده مشاريع أخرى، يعني كان حاب يزيد لها، يزيد يكونوا عدة كتب أخرى. هذه وش حبيت نقول ثاني في كتاب الاكتئاب. أيضا إذا الإخوة في الشات عندهم أي سؤال بالنسبة لكتبه راح نجرب نوفي بها. وإحنا تاني ذوك بعد نحن نتواصلوا مع أهله بمسألة حقوق الكتب، لأن إحنا نسعى أن نكملوا في مشروع ديفيد، يعني مشروع ديفيد الكاتب أن يبقى كتبه يوصلوا للقراء. تاني تفضل الأخ في البداية، كنا هذا العام مدينا خبر لديفيد ونبدينا تفاوضات مع الدار العربية للعلوم ناشرون أن يكون نشره بطبعة عربية تصل لكل الدول العربية، خطر الكتاب في البداية كان عندنا مشكلة في التوزيع خارج الجزائر بسبب التعقيدات. كنا حين نبدأ كتاب من المثقف والاضطرابات الشخصية،
وكان سعيد جدا بهذه الفكرة، لأن كانوا بزاف الناس يسقسيوه على وصول الكتاب الأسواق العربية. أظن وفيت في هذه النقطة أستاذ أحمد، إذا كان أي سؤال ولا أنا تفضل أتشرف بالإجابة. بدون يا صديقي؟ قلت لك إذا كان أي سؤال بين يتفضل يتفضل بالإجابة أنا يعني. هو في بعض الأسئلة على مدى توفر الكتب في العالم العربي، ناس سألوا من العراق حتى من الجزائر، من بلدك أين يشتروها في الجزائر أو أين يحصلون عليها، أو حتى في السعودية بعض الأصدقاء بيقولوا حتى الكتب لو مش متوفرة في السعودية هل ممكن شراءها إلكترونيا، و يعني يا ريت توضح هذه المسائل. ما في مشكلة، هي بالنسبة للجزائر احنا نشحنوا لكل ولايات الجزائر، يعني متوفر في الجزائر، وحنا وعندنا الجمعة القادم راح يبدا الصالون الدولي للكتاب هنا في الجزائر، يعني راح الكتب راح تكون متوفرة في الصالون الدولي للكتاب، يعني احنا مشاركين في الجناح المركزي في الصالون الدولي للكتاب، وكتبه دخلت للمعرض الدولي هنا في الجزائر من 2018، كنا مازال ما ديناش جناح بصح قدرنا، كانت عندنا علاقه مع دار التنوير وين كان كتابه مع دار التنوير، وهذا فرح بها الاستاذ ديفيد. ومن بعد في 2019 كان متوفر الكتاب هنا في الجزائر، يعني اللي يكون من الجزائر سهل توصيل الكتاب. بالنسبه للاخوه خارج الجزائر الكتاب الاول والثاني متوفرين كصيغه الكترونيه في الكندل في امازون، من المثقف متوفرين في امازون في كيندل. من طيب انت لو عندك موقع او حاجه نحطه بحيث الناس تتواصل معاك اذا كان يحصلوا عليها، واذا كان مثلا لو كتب مثلا سعر معين او كتب مثلا بشكل ارخص لو بي دي اف او ما شابه ذلك، يعني ده ممكن نحطه بعدين بعد ما نخلص، ويعني خليك معانا معتز ما تمشيش، وهحط دلوقتي الكلمه بتاعه الأستاذ كنان الصواف أخو ديفيد، يعني هو للأسف الشديد مش عارف يخش، فالكلمة بتاعته هتسمعوها دلوقتي أرجو تكون واضحة. وأهي مساء الخير أستاذ أحمد، سامعين؟ كنت حابب فوت عن طريق القناة أعمل تداخل بسيط، بس للأسف النت كان سيء وما سمح بهذا الشيء، يعني باعتبار أخوه لديفيد باسمي وباسم أهلي، يعني حابب أحكي لكل شخص حابب يصطاد بهالمي العكرة مثل ما بيقولوا، مثل ما بيقول المثل، وانت بتعرف اليوم ديفيد انشهر بمحبته بأخلاقه بثقافته، ما أنه هو أخي، وإنما كل مين عرف ديفيد عرفه مين هو. واليوم لكل إنسان ناجح ألف عدو، يعني لكل مين عم يحكي حكي عن طريقة وفاته وكيف توفى ديفيد ويألف قصص وروايات، فلحديت الآن البوليس ما أعطانا أي شيء بيدل على وفاة ديفيد، ولحنا ناطرين أي جواب من البوليس. وطبعاً لحنا اليوم أول ما بيصلنا خبر من البوليس أكيد فوراً لحنا ننشر طريقة وفاته لديفيد. ما بدي طول، بس حبيت أحط هالتداخل البسيط، وألف رحمة على روحه لديفيد. الله يرحمه يا كنان، ويعني تعازينا ليك يا كنان يا حبيبي وللأسرة كلها، وأنت يعني والدتك والدة لينا، وأنت أخ عزيز يعني، وأخوك كان يقول لي أنا يعني أنت أخي الذي لم تلده أمي، فيعني أنت معاك تليفوني على الواتساب ومعاك الفيسبوك وكل شيء يعني، ويعني أي شيء مستطيع أن احنا نقدمه أنا وأي حد من الأصدقاء لن نتوانى في هذا، ويعني بالغ التعزية وشديد التعزية للوالدة الفاضلة الكريمة، وطبعا لكل الأسرة و لابنه ولكل الـ يعني الاهل والاحباب، وبنعزي انفسنا وبنعزيكم. فالان نتحول الى الاخ العزيز هيثم عويشي من تونس،
ويعني بعد كده ممكن ناخد بعض المداخلات والأسئلة المرتبطة بالظرف اللي احنا بنتكلم فيه، وهو الاحتفال بحياة إنسان يعني بذل معظم حياته في رحلة فكرية بيجتهد، وزي ما قال كده كان إنسان رقيق يعني ابن ناس أوادم وأهل يعني خلق، يعني من إخواننا من بلاد الشام من دمشق من سوريا، وكل الناس خير وبركة، ولكن كان ديفيد يعني يفوق الناس يعني جميعا خلقا وسمتا جميلا، يعني على الأقل يعني زي بيقولوا إيه الواحد بيشهد باللي بيعرفه باللي لمسه، وليس فقط يعني إيه وليس فقط يعني مجرد كلام مجاملات بيتقال في العزيان أو في المناسبات اللي زي دي، أنا بتكلم من قلبي وبقول ما أشعر به، وما أحد يعني طلب مني إن أنا أعمل هذه الفاعلية إلا حبي الحقيقي لديفيد الإنسان الجميل والفيلسوف المتفكر. تفضل يا صديقي هيثم والكلمة معك، وبعد كده هناخد تعليقات الأصدقاء والصديقات اللي موجودين معانا المرتبطة بالموضوع اللي احنا بنتكلم فيه، وهو يعني مشروع ديفيد الفكري والتعزية لأهله وحبيبه، وموضوع يعني حتى كيف مات هذا الموضوع يسأل عنه طرفان، الطرف الأول الأهل اللي هو أخوه ربنا يديله الصحة ووالدته وأهله أولا، والشرطة ثانيا، وأنا شهادتي اللي بقولها إن الراجل لغاية يوم 12 بنتفق على مشاريع، وهو الناشر بتاعه معتز قال لك أيضا كان بينه وبينه مشاريع، ويتفضل هيثم ويقول لنا ما عنده من مشروع ديفيد الثقافي. تفضل يا هيثم. مساء الخير أستاذ أحمد، مساء الخير معتز، تحياتي لقيس وأمير وأبا الحكم، تعزية الحارة لكنان ولكل العائلة، عائلة دافيد صديقنا المحترم. طبعا إذا كان لدافيد عشرات الأعداء أو عشرات الحاقدين، فإن له الألاف من المتابعين، وعلى صفحته أو على قناته في اليوتيوب أو حتى اليوم يعني ترى التعليقات والمهتمين. دافيد للأسف جمعتني به علاقة لم تدم طويلا يعني بضعة أشهر، أثناء تصفحي لقنوات اليوتيوب كالعادة بحث عن المحاضرات بحث عن الجديد، جلبني كما جلبك أنت أستاذ أحمد الاسم الغريب دافيد رجل الكهف، فانطلقت في المتابعة والاهتمام ووجدت ضالتي. قلت بحكم أنا صحفي ثقافي في تونس ودير وأعد وأقدم برنامج حوار مفتوح على صفحات التواصل الاجتماعي على منصات افتراضية، قلت لازم نجيب الإنسان هذا إلى الجمهور التونسي، لازم المتابع التونسي يتابع هذا الأستاذ هذا الأكاديمي يتعرف عليه ونتناقشوه فكريا وإلى غير ذلك. وبحكم أنه طبيعة البرنامج متاعنا هو برنامج أدبي ليس برنامج علمي أو فلسفي، فإن ربما سيكون لنا السبق في استقبال دافيد وتناول كتاباته أدبيا، ليس يعني مناقشة الأفكار الفلسفية وتلك الأفكار. فتواصلت معه وكان إيجابي جدا جدا، يعني دافيد من إنسان محترم جدا 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 ويحترم أصلا المحاور، فكنا على تواصل دائم وبرمجنا اللقاء وصار اللقاء، وكان لقاء رائع جدا وممتع وممتاز، وبعث لي رسائل بعد الحلقة يثمن هذا المجهود اللي بذلناه في نجاح هذه الحلقة. هنا يبدو أن الأمر طبيعي يعني أنه قمنا بحوار وانتهى الأمر، لكن الغير طبيعي أنه يتواصل معي دافيد مرة أخرى ويقول لي أعجبني فريق عمل وطريقتكم في العمل وجديتكم وتفانيكم، فأنا عندي مشروع أود أن تشاركوني فيه. قلت له تفضل صديقي. قال أنا عندي مشروع لأحول كتبي إلى كتب صوتية، فما رأيك وما رأي فريقك؟ فتشاورت أنا والفريق فريق برنامجي وأعطيناه الموافقة. تواصل دافيد مع ناشره معتز صديقي العزيز أيضا، وأنا سعيد جدا وأثمن هذا لدافيد أنه عرفني على معتز،
وانطلقنا في الأشغال والمفاوضات. نعم شكرا عزيزي. وانطلقنا في المفاوضات والحديث والتنسيق ووصولا إلى أنه معتز بعث لنا بعض الأوراق أو بعض الصفحات من العمل الأول، الحوار مع دافيد رجل، مع حوار مع رجل الكهف في مال مثقف، لنقوم بتجربة. كنا سنقوم بتجربة الأسبوع الفارط أو قبل الفارط معتز، لكن أجلنا بسبب الامتحانات هذا الشهر في تونس والالتزامات الدراسية لبعض الأصدقاء، فصعقنا كما الجميع بهذا الخبر. يعني حتى أنا يعني كانت صدمة كبيرة جدا. يعني نحن نتواصل مع دافيد، يعني دافيد سيمثل دور رجل الكهف، داني ولوسيل جاهزين، يعني وكل شيء جاهز تقريبا، واتفقنا أيضا مع الناشر ومع دافيد لنقوم بحلقات متواصلة كل كتاب على حده. يعني نحن عملنا حلقة لمال المثقف ثم نعد لحلقة للكتاب لما بعد، وكلنا سندير سلسلة حوارات. لكن لا أعرف ماذا حصل، أتمنى لروحه السلام. دافيد مغادرته صعبة جدا جدا جدا. أريد أن أقول شيء فقط لشاعرة فلسطينية، كلام وجدته على جدارها، قالت: لا توجد حقيقة مطلقة، الكل قابل للشك، الكل تحت الصد والرد طالما هناك عقل يعمل. قالت يعني لا توجد حقيقة مطلقة، وقالت الشك، وقالت عقل يعمل. تقريبا هذا هو دافيد رجل الكهف، هو يشكك في كل الحقائق، هو يبحث بين هذه الحقائق بعقل يعمل. هذا ما أقلق ربما البعض الذين يعني كالوعاء يعني أو يستمدون حياتهم ويعيشون بموروثات، بأشياء ربما لا يعرفون حتى حقيقتها. يعني هذا ما لي يمكن أن أقول بالنسبة للمشروع دافيد. أود أن أضيف شيئا، يعني إن رحل دافيد، إن رحل الجسد طبعا، فإن علمه وأعماله باقية، وأنا من ناحيتي ومعتز الناشر سنواصل التجربة، تجربة الكتب الصوتية، ربما تغير بعض الأشياء، وأيضا سنقوم بالحلقات التي كنا سيكون معنا فيها دافيد، سنقوم بها هذه الحلقات، وسنخلد ذكرى هذا الرجل واسم هذا الرجل. وكل موسم، كل ما أنا أقدم هذه البرامج، سنتطرق إلى موضوع دافيد وأفكاره. وشكرا. الصوت أخ أحمد. جميل جدا يا صديقي، وكثير من المعلومات بتتكلم عن يعني الكتب وعدد صفحاتها وكده. أنا هحط الرابط بتاع معتز، ممكن معتز بعد شوية نخليه يقول كلمتين حول الأسئلة بتاعتكم. ياريت المعتز وهيثم يقروا، لو عايزين يعلقوا على حاجة من اللي موجودة في الشات أهلا وسهلا بيهم. ويعني في كثير من التعليقات وكثير من التعازي التي أنقلها جميعا. نعم، هو أنا أرى بعض التعليقات حتى من الأصدقاء من تونس كانوا يتابعون برنامجنا. دافيد كان بالنسبة للمتابع التونسي، أنا برنامجي ربما يتابعه عدد الأشقاء العرب، لكن دافيد كان موجود على اليوتيوب أكثر، وتعرف أنه في العالم العربي يتابعون الفيسبوك أكثر من اليوتيوب. فلما أعلنت عن برنامج الموسم أو نصف الموسم الأول، أنا برنامجي يبدأ من شهر أكتوبر إلى شهر جوان يعني، فلما أعلنت عن البرنامج، آخر ضيف في سنة 2021 كان دافيد رجل الكهف. فالجميع يسألني: ما هذا رجل الكهف؟ ما معنى رجل الكهف؟ ما 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 ما, ما. قلت لهم: شاهدوا الحلقة وتابعوا هذه الصفحة على اليوتيوب، ستتعرفون عن رجل الكهف. رجل الكهف ربما يكون رجل مكتبة مغلق على نفسه في مكتبته، يعيش داخل كهفه الخاص. لماذا يذهب يعني عقلك إلى كهف يعني المظلم في الصور المتحركة أو إلى الأفلام؟ يعني هذا الرجل فيلسوف أكاديمي. وفعلا تابعوها العديد حلقة دافيد، ولم الشيء الإيجابي عند البث الحلقة، لم أتلقى ولا أي قلق يعني أثناء البث الحلقة ولا بعد الحلقة. يعني حتى أفكار دافيد لم تقلق البعض، ربما لأنه البرنامج يتفرج فيه المثقفين ربما أو الناس الواعية،
وأنا كنت على أتم الاستعداد، حتى فريق العمل كان خائف من الحلقة التي سيبثها دافيد، يعني كانوا متخوفين من ردود فعل، يعني تعرف أنت عالمنا العربي وشوارعنا وكل شيء، لكن كنت سعيد جدا وكنت أسعد أنه دافيد بث حلقتنا أيضا يوم الغد على صفحته على قناته باليوتيوب وحققت أكثر من 6500 مشاهدة. يعني شكرا. جميل جدا يا صديقي يا هيثم. ويعني قبل ما ادي الكلمه لشادي وهو ايضا احد اصدقاء الراحل الجميل ديفيد، وهو ايضا ابن نفس البلد، ابن سوريا الحبيبه، واحب اقول ان يعني كل اسم رجل الكهف ده هو كان السبب، زي ما سالته وقال لي انه كان يحب يقعد في الاوضه مولع لمبه واحده، وفي بعض الناس قالوا له انت يا عم شكلك عامل زي رجل الكهف، فعجبوا الاسم جدا، وممكن مرتبط ايضا بالفلسفه وكهف افلاطون وهذه الاشياء، فهو اختار ان هو يسمي نفسه يعني، واختار دايما يعني ديفيد صاحب اراده حره، اختار ان يعني كلنا اسامينا ما حدش سمى نفسه، اللي سمانا بعض الوالدين او بعض الاهل، لكن هو اختار يسمي نفسه، اختار يسمي يجعل يتخذ لقبا، اختار حتى الفكر اللي يتبناه، وكان صادق ورقيق في كل ده. ويعني بعض الإخوة اللي بيقولوا تعليقات سخيفة وسلبية، يعني زي مثلا يعني عقيدة ديفيد إيه، وإيه هو ملته، وإيه مذهبه، سني ولا شيعي، وكل هذه الخرافات اللي إيه اللي الناس متمسكة بيها، ويقول لك أنت ما ينفعش تدعو له بالرحمة. يا سيدي الإله بتاعي بيرحم الناس كلها، أنت الإله بتاعك إله طائفي، إله لأهل عشيرة معينة، إله لعصابة معينة، انت وإلهك انت حر. احنا الآلهة اللي احنا بنعبدها او الإله اللي احنا بنحبه هو إله يحب، هو إله سبينوزا، إله أينشتاين، إله أرسطو، إله محي الدين ابن عربي الذي قال أدين بدين الحب أن توجهت ركائبه، فالحب ديني وإيماني، وليس إلها طائفيا بغيضا يعني يجعل يعلق المشانق ويعمل الشوايات، هيشوينا يعني يشوي الناس ويصنف الناس تصنيف طائف ويقتل على الهوية كما تحدث في البلاد التي تقتلها الطائفية وتدمرها، وكثير من الدول العربية فيها طائفية بغيضة وجعلت هذه البلاد تعود لا أقول إلى العصور الوسطى البغيضة بل إلى ما قبل العصور الوسطى. أعطي الكلمة للصديق الغالي شادي خلوف يكلمنا عن ديفيد. وزي ما قلت يا شادي قبل ما أنت تخش، احنا النهاردة عاملين مش تأبين وعزة، عاملين احتفال بحياة الإنسان وتكريم لهذا الإنسان ودوره الجميل في العمل الثقافي، وحتى في لما عنده هو مشكلة يعني والمرض النفسي. يا جماعة 90% منه مرض وراثي، أو يعني مش عايز أقول نسبة علمية، طبعا معانا احنا الدكتور العزيز والبروفيسور الطب النفسي في حلقة عن الشخصية الفصامية والفصام، وبعد كده هنتكلم عن ثنائي القطب والشخصيه الاكتئابيه واشياء كثيره جدا مع زي ما بنقول اهل الذكر واهل الاختصاص في الموضوع. لكن يعني زي ما انا ليا لون بشره ولون عيون وشعر وصلع ولا مش صلع، كل هذا انا ما اخترتوش، انا ما اخترتش اكون ذكر ولا انثى، انا ما اخترتش لوني، ما اخترتش اي حاجه. فنفس الشيء المرض النفسي جزء كبير منه بيكون عن طريق الجينات، ومن الخسه جدا الايه معايرة هذا إنسان مصاب بأي شيء أو نتيجة شكله أو كذا، ولكن نساعده إن استطعنا، أو حتى يا سيدي ما بتحبوش تجنبه. أنا مثلا لو لقيت واحد حيأذيني ممكن أتجنبه بمنتهى البساطة كده، ما غير بأذيه ولا أعمل عليه حكما، ولا حتى أقول ما عايز أقول الله يرحمه ما أقولش الله يرحمه، أنا حاجة بس بدون ما قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر، هؤلاء الشياطين الذين يمشون على الأرض ويعني يقولون عايزين يعلمونا نقول إيه، ولا يجوز أن تقول كذا، والروح وهل هو مؤمن بالروح؟ يا أخي طلعت روحك. المهم خلينا مع عم شادي، وتفضل يا شادي. تحياتي للجميع. أنا مش عارف يعني أنت كتبت لي أنا معاكم وبالاستديو، بس أعصابي ما بعرف يعني إيش بدي أقدر أحكي. أكيد فراق صعب. أنا ما بعرف إنه ديفيد عم بيتألم كتير، ربما لوهلة يعني. قلت هذا الإنسان مرتاح، إذا كان انتحر فهو شجاع، أشجع مني أنا شخصيا، لأنه غدر يتخلص من هاي الحياة القذرة.
شخص بقمة الأخلاق، بقمة المضادة للدين، ولكن بعمره ما شهد من الأديان، بعمره ما أهان مؤمن. أنا هذا الشخص له فضل علي، وأنا ربما يوم عن يوم كنت أتأكد بأنه أنا كنت محظوظ. أنا شخص الدين كان كل حياتي، وما حدا يمكن يستوعب هالشيء ليشوفوني أسرد وأرتجل في الدين وفي القرآن والمصطلح. كنت غارق في الدين تماما، وكان عندي يعني كنت تائه. الشخص الوحيد اللي تواصلت معه يحسن حظي هو ديفيد، وكتبت له بأنه أنا شخص سلفي عاوز أتكلم معك، وفعلا تواصلنا. وجدت فيه كل شيء أنا أفقده في كل الناس، كل شيء أنا كنت دائما أقرأه، إن كان في علم النفس، في علم الاجتماع، في كل شيء، ما أجد أحد يعرف يتعاطى معه حتى لو كان متخصص، بل هو هاد بالذات ما بيعرف لك وما بيعرف يدلك. بينما ديفيد كان لطيف، كان عميق، كان راقي جدا، كان عم يحترم المشاعر اللي قدامه، عم ينتبه على التشكك، وفوق كل هالشيء كان حريص على أنه ما يعطيني طريق، على أنه يحاول يساعدني. تعامل معي بذكاء كبير، خليني أقول تعامل معي بعلم، وتعامل معي برحمة، مثل ما نحن كنا أيام الدعوة ندرسها في القرآن، بأن الرحمة دائما تسبق العلم. أنك أنت قبل ما تنهال عليه بطوفان معلوماتك، بطوفان خبراتك، بدك أول شغلة تاخده بالرحمة. ربنا وسعت كل شيء رحمة وبعدين علما. أنا ياريت المسلمين يتعلموا. إلى عبد لما أرسل موسى ليتعلم الخضر عبدا، أتيناه رحمة من عندنا وبعدين علمناهم لدنا علما. فكان شخص رحيم فيني، ومنتبه بأنه في شخص غارق في الدين أكثر من أي حدا نحن ممكن نكون شفناه، ولذلك كان حذر معه. وهذا الشخص ساعدني، والشي اللي ساعدني رقم اثنين هو كتابه. أنا عملت حوالي أكثر من 12 ساعة تعليق على كتاب ديفيد رجل الكهف، حوار مع المثقف، ولازال الكتاب موجود عندي. كنت حابب حتى أهديه لأحد أصدقائي، كلمته حابب يقرأ هذا الكتاب، قلت له أنا بعطيك إياه مشان كمان تقرأه. أنا الكتاب لخصته بأربع حلقات موجودة عندي في حلقات تلخيص الكتب. وكان هذا الكتاب إجا جمع شتات أفكاري، لأنه اللي بيقرأ كتاب يعني حوار مع رجل الكهف ما المثقف، بيجمع كل الأفكار وبيطرحها وما بيوصلك لنتيجة، بيخليك أنت توازن، بيخليك أنت تلاقي الشتات نفسك. كان شيء رائع جدا. فأنا يعني بعتبر حالي صمدت بفترة صدمة عميقة بسبب إن كان طريقته في التعاطي معي، ولاحقا كتاب. بدي أقول كلمتين سريعات. أنا بالنسبة إلي كتقييم، أنا حابب أحكي عن ديفيد، ولو أنه أنا تكلمت وأعطيت كلمتي من زمان. كان بعض الأصدقاء يقول لي دروس ديفيد وحلقات ديفيد، كنت عمال أبحث عن بعض الحلقات بدها تفيدني ببعض الأمور. يقولوا لي ديفيد، أقول لهم ديفيد ما دروس ديفيد ما بتنسمع، دروس ديفيد بدها ورقة وقلم، ديفيد دروسه عميقة، بدك تمسك ورقة وقلم وتلخص وراه. وأنا عامل يعني برنامج بدي أسمع كتير مدروس خاصة في فلسفة الأخلاق اللي كمان ذكرتها وطلعت بصوته من شوي، فلسفة الأخلاق بالذات. لذلك أنا من أكثر من سنة حبيت أعمل فيديو أجمع فيه كل القنوات اللادينية إضافة للقنوات التنويرية. القنوات التنويرية في بيناتها قنوات ناس مسلمين، فجمعت كل القنوات اللادينية العربية، اللادينيين العرب إذا حدا حابب يتعرف عليهم، ها هي قنوات لادينية حسب البلدان صنفتهم. ديفيد هو الشخص الوحيد اللي أنا حطيته بين التنويريين. في البعض كان يسألني إنه في نحن في أسماء كبيرة، يعني منشوفك إنك أنت حاطهم كيوتيوبر، وفي ناس أنت حاطهم يعني تنويريين، الأسماء التنويرية كبيرة، ما لقوا بيناتهم غير اسم ديفيد. فأنا بالنسبة لي من زمان قلت كلمتي بديفيد. ديفيد شخص تنويري، لأنه نحن لما نقصد تنويري نحن نقصد واحد واثنين وثلاثة، يكون عنده أطروحات متكاملة معرفية وفي مباحث القيم، وبده يكون أيضا عنده ربما في الأنطولوجي، إضافة لأنه هذا الشخص عم يتعامل كتنويري حقيقي، مش بيتكلم في التنوير ولكنه يبني قطعان، يبني انتماءات لأله لشخصه مش للفكرة، وبالتالي هذا تنويري حقيقي، أطروحات شاملة وعميقة. وبالتالي أنا قلت كلامي فيه من زمان. وبالنسبة للناس اللي عمال بتشمت
يعني كل إناء بما فيه ينضح. وإذا كان مثلا من بعض كلمات ديفيد أنتم عم تحاولوا تثبتوا الكلام اللي نحن عادة نتعلم أنه هو زلمة مختص بالفلسفة بكل الأحوال، الدين ليس مصدر من مصادر الأخلاق، والناس اللي عم يشمتوا فيه وهن مرتكزين على الدين أنتم أثبتوا كلامه قولا واحدا. فربما ما يسر النفس بأنه الصديق ديفيد تكلم وأعطى من الأفكار ما فيه الكثير. يعني هو لو خير أنه أنا أرحل الآن وطلع وراه وشاف شو هو طرح، رح يقول لحاله أنا اللي طرحته ترى شيء كافي وماله قليل. يعني ما رح أقول لحالي أنه أنا في أكيد في أمور ممكن يقدمها، بس ولكن طرح شيء كثير نحن ممكن نتعلم منه. وبدحكي كلمة واحدة، يعني خليني أعتبرها العفو منكم جلد لمحبينه لمتابعينه. أنا آخر فترة اتصلت بديفيد، كنت هيك عمال بنسق هيك شغل انه بقناه الصديق زيرك ميرخان، ولاحقا مشان يعمل حوارات يجتمع فيها دائما مع ديفيد رجل الكهف، فصار تواصل بيني وبين ديفيد باتصال. وكان من احد الشغلات اللي كان متالم جدا منها بانه هو الشخص بيشتغل عنده مشاريع كثيره ولكن ما في احد بيدعم، الكل بيحب والكل بيحترم وحبيبنا واستاذنا وكبيرنا، ربما حتى عاجزين عن ربما شير بسيط أو حتى يعني دعم حقيقي للقناة ولهالفكرة بأنه توصل. بينما هم نفس الأشخاص من لاقيهم بسفاسف الأمور تلاقيهم كتير شغالين. فلازم نسمع الآن أنه مثل أي مثقف عربي دائما ما بدنا نعرف قيمته لحتى يموت، وطالما هو موجود تعال نحاول نقهره بقدر ما نستطيع. كلامك رائع، أنت حليت لي مشاكل، كلامك عميق، أشكرك جزيلا، ولكن أنا عاجز عن أنه أدعمك بأي شيء. هذا الكلام قال لي وهو الرجل كان متضايق جدا. فهذا الشخص صاحب فضل، وأنا قلت كلامي فيه من زمان، هو زلم يعني له وزن أكبر بكثير، نعم ربما حتى من نتخيله. أشكرك وأعتذر عن الإطالة. جميل جدا يا شادي، وكلمة جميلة، لكن أحب أن أؤكد قبل أن أقرأ بعض التعليقات على يعني برضو الناس اللي بتتكلم على حكاية كيف انتهت الحياة. زي ما بقول دايما أنا تعددت الأسباب والموت واحد، ودخلت أنا مداخلة من أخوه كنان من سوريا الشقيقة، والراجل بيقول يعني كفوا ألسنتكم عن ديفيد، اللي عاوز يتكلم عن ديفيد يتكلم عن مشروعه، بيحب مشروعه ما بيحبش مشروعه، كل هذا الكلام أهلا وسهلا به. أما الكلام الآخر فالمعني هو مات إزاي، اللي عايز يعرف يسأل أهله، أو يبقى المعني بذلك البوليس أو الطب الشرعي والناس اللي شاهدوا الجثة بعد ما فتح البوليس الشقة، لأنه كان عايش لوحده في المدينة التي يعيش فيها، لا يوجد أي أثار، مات بسلام في سكتة قلبية كما قال الأهل أو سكتة دماغية، وهو في الفيديوهات بتاعته اللي عملها مساعدة منه للناس اللي بتعاني نفسياً، والمعاناة النفسية أحياناً بتكون أشد زي ما بقول من المعاناة الجسدية. والراجل قال إن من أعراض الموت ده هوت من أعراض الثنائي القطب الموت بسكتة ممكن دماغية أو قلبية أو كده. وأنا أزعت عليكم المكالمة بتاعتي معاه الأخيرة أو مقاطع منها، يعني نتفق يوم 20 من يوم 18 يوم 12 عفواً يوم 12 المكالمة 12 مارس، بنتفق يوم 20 ان احنا هنطلع مع بعض ونتكلم عن فلسفة الاخلاق وعلاقتها بالبيولوجي وبالدين وبالكل هذه المسائل. فيعني انا شخصيا ليس عندي قناعة ولا 1% ان الراجل ايه مات منتحر. والقول الفصل في هذه الامور ليس لشادي ولا المعتز ولا الهيثم ولا الاحمد حتى، ولكن لمين؟ لأهل الراجل، أخوه والدته وأسرته الكريمة التي لها كل العزاء من ناحية، ومن ناحية تانية للجهات المختصة. فياريت الناس تكف ألسنتها كده وترتاح وتلتفت إلى نفسها، واللي عايز عنده كلمة حلوة يقولها، واللي ما عندوش كلمة حلوة يروح في ألف سلامة. ومش هنقول في ألف داهية عشان أخلاقنا ما تكونش متأثرة بأخلاق هؤلاء الناس اللي مسكين طبلة وطار وطالعين يتكلموا يدخلوا الناس الجنة والنار. حد عايز يقول حاجة منكم قبل نعم ما نعم أستاذ أحمد، هو
عوض البحث عن أسباب الموت أو أسباب الوفاة، أنا لا يعنيني كيف مات دافيد، أنا يعنيني أنه صديقنا ذهب، اختار طريقا سلكها يجد السلامة. أنا همي الآن كيف أجعل دافيد حيا، أنا همي كيف أجعل دافيد حيا، وأفكر بطريقة أو بأخرى من بإمكانياتي كيف نجعله حيا. أنا في تواصل مع معتز، ومعتز لهم معرض أو صالون للكتاب في الجزائر الفترة القادمة. نحن في تونس بدءا من 25 مارس، 25 في تونس سيكون المعرض الوطني في شهر جوان تقريبا بعد 3 أشهر. على بعض الأصدقاء يسألونني كيف يمكن أن تحصل على كتب دافيد على الفيسبوك، سأحاول بكل الطرق هيثم أنه يكون متوفر في تونس، سنحاول بكل الطرق. إن عندنا مشكل كبير في النشر والتوزيع في العالم العربي، يعني رغم تونس والجزائر يعني تقريبا حدود مشتركة، سنحاول بكل الطرق أن يتواجد دافيد رجل الكهف بتم بتميمه بكتبه وأفكاره و في المعرض، وسنعمل على ذلك إن شاء الله. إضافة أستاذ أحمد. جميل جدا. قبل نعم معتز عايز تقول حاجة؟ إضافة برك بالنسبة لكتب السايكولوجي، هو دافيد الثاني يركز دائما أنه يكون كلمة DCM 5 في الكتاب، لأنه هو مرجع الأمراض الشخصية والمرجع العلمي للأمراض الشخصية والنفسية. وحتى في اضطرابات الشخصية هو دافيد دار سابقة وإن كان ترجم لأول مرة مقاطع منهم من DCM 5 للغة العربية. يعني طابع كتب دافيد يقف بين الطابع الأكاديمي والطابع والمبسط، يعني يقرأه المتخصص ويستفاد منه ثاني المبتدئ والمحب للعلوم، يعني محب علم النفس. جميل ليها. جدا يا معتز. والكتب اللي بيسأل عن حجمها هي من في من 200 وفي 300 صفحة وحاجات زي كده، وبيسألوك وحضر ده بعد ما حط الكلمة للصديق العزيز هيمن. الكتب الإنجليزية بيقول لك أين يجدونها الناس وكده، يعني بالنسبة يعني بس بالنسبة خلاص بعدين هخليك تاخد الكلمة اللي فيه أسئلة، ناس كتير عايزة تسأل وهنسأل، وهنعطي كلمة ختامية لكل الناس اللي موجودين بعد أن يقول هيمن كلمته. وأحب أن أشير إلى نقطة، وأنا كمان عملت نفس الشيء زي دافيد، أن أنا يعني عارفين أن أنا عندي نظام علاجي في بريطانيا العظمى في المملكة المتحدة، فالفورم بتاع وزارة الصحة هناك بنمضي فيه أن أنا في حالة الوفاة لقدر الله ربنا طول عمري عشان عيالي، مش عشان حاجة تانية والله. أنا زاهد في الحياة عموما، يعني محب ليها لكني زاهد فيها في نفس الوقت، وكان هناك حب وتعلق فيها، فمن أجل إيه الأولاد وتربيتهم، فأنا موقع على التبرع بأعضائي بعد عمر طويل إن شاء الله. ودافيد أيضا يعني من جمال شخصيته أنه تبرع بكل أعضائه في حالة الوفاة، كما علمت من أصدقائه المقربين الذين يعيشون معه في ستوكهولم. نرحب بالصديق العزيز هيمن الذي التقيته أيضا من مجموعة اللي كانت في ندوة النرويج، يعني تعرفته معاه. أنا طبعا كنت أعرف دافيد أول واحد فيهم عن طريق الفيسبوك من 4-5 سنوات بيننا المواصلات، وهو اللي كان أحد المهندسين لهذه الندوة هو والأستاذ نور التونسي. وبعد ذلك التقيت بكل الأصدقاء اللي هو الأستاذ هيمن وأبو الحكم اللي كان معنا من شوية، وقيصر وأمير، وأيضا في حسان، وفي الأخت حنان المغربية، وفي أيضا الصديق حسن البدري، والصديق فراس البيطار. يعني أرسلت للجميع دعوات، لكن اللي وصل لنا اللي وصل يعني يكفي ويغنينا عن الباقين. وتفضل يا هيمن. شكرا جزيلا أستاذ أحمد، تحية طيبة لكل الحضور اللي موجودين واللي سبقوا، تحية طيبة للمشاهدين جميعا. أنا بصراحة مصدوم جدا، وأقدم تعازي لكل إنسان تكلم مع دافيد كلمة واحدة أو عرفه أو شاهده في يوم من الأيام، لأنه آذانا جميعا هذا الرحيل المفاجئ. لكن وأني
تقدمت لي هاي الدعوة المشاركة، لكن بصراحة ما كنت ناوي أشارك. بس هذا مشاركتي كانت قررت بالدقائق الأخيرة، لأنه أكو يعني خط وأنا أثناء مشاهدتي الحلقة من بداية لحد الآن خطر ببالي شيء حبيت أقدمه للمشاهدين، حبيت أسمع المشاهدين. قد يكون الجولد كانت الموضوع كله، قد يكون شيء مفرح خضم هذا الزعل وهذا الحزن كله. أعتقد حسب ما متوصلين لحد الآن، حسب ما أكدوا لي الشرطة أنه أنا كنت آخر واحد تحدثت مع ديفيد شخصيا على الهاتف. أكو شات صار بعد هذا، لكن كحديث كان، لأنه عندي أكو موضوع شخصي بيني وبينه ما أحب أذكره، أكو موضوع شخصي بينه، فاللي على هذا الموضوع اتصلت بي، وحتى كان زوجتي موجودة بالسيارة تسمع يعني، فهي تأثرت كثير لما، لأنه هي كانت آخر الناس اللي حجت سمع صوت ديفيد. اللي صار أنا ما راح أحكي بالموضوع اللي ليش السبب اللي اتصلت بي وتفاصيله، لكن أكو شيء أحب أقوله للمشاهدين وأحب أن يعرفون الناس، إنه كان بنفسية حلوة جدا جدا جدا، وأنا مزحت معه وضحك يعني نادرا ما يضحك لأنه هو دائما حزين. بهذه المكالمة كان سعيد جدا وكان فرحان جدا، وهو عاد وقام يمزح معي، وصار المحادثة طويلة، أخذت يعني دقائق طويلة. فصار أنا أول ما تحدثت معه بديتها بمزحة، هو ضحك وجاوب وقام يمزح معايا. فأنا أحب أقول للمشاهدين أنه أعتقد إذا مو اليوم الأخير فمن حياته هذا الاتصال، فكان يعني يوم ونص مو أكثر حسب التقديرات الأولية للشرطة، لأنه الشرطة لما سألتهم على تاريخ أو وقت الوفاة قالوا بعد التقرير الجنائي ما طالع، فما نعرف بالضبط. لكن سألتها قلت لها طيب أنت، كانت هي محققة، قلت لها طيب أنتوا شرطة وعندكم خبرة معينة، يعني حسب خبرتك حسب تخمين، وهذا الرقم مو دقيق، حسب التخمين. فتوصلنا أنه كانت قبل ساعات هاي المحادثة. أنا أريد أطمن الجميع أنه مهما كان السبب الوفاة، مهما كان إذا حتى إذا كان انتحار أو منتحار أو توقف قلب، مهما كان هذا الحديث يدخل بخصوصية الإنسان، وهذا حتى إذا هو اختار هذا الشيء فهذا خصوصيته الشخص، حتى إذا مات خصوصيته ما تنتفي عنه، تبقى أمور لازم الجميع يحترمها. لكن الحلو اللي بالموضوع أنه كانت نفسيته حلوة وكان يضحك لحد آخر ساعات حياته، وهذا الشيء هو يعني رغم حزننا رغم هذا على فقدانه، لكنه هو غادرنا وهو سعيد. خلينا نقول حتى إذا كان قرار الانتحار بعدها بساعة أو ساعتين فهو ما تعذب كثير. هذا حبيت أوصل للجميع وأخبر الجميع به أنه نقطة حلوة، نقطة مضيئة بهذا الظلام اللي احنا عايشين بسبب رحيل ديفيد. شكرا أستاذ أحمد، شكرا جزيلا. جميل جدا صديقي العزيز هيمن، وال يعني انا كان قبل ما انت تيجي تدخل معانا كنان، وكنان اخوه يعني اخو ديفيد، واتكلم في الموضوع، ويعني بيشكر كل الناس اللي بيتوجهوا بالعزاء للاسره وبيناشدهم، ما في حد يقول اي كلام عنه يعني الا عن مشروع الثقافي طبعا اللي هو ملك لينا كلنا وليس ملك اهله فقط. لكن حكايه التصريحات قلنا 100 مره، الكاذبون الذين عملوا فيديوهات من السفهاء الشامتين يعني هذا لي محل لها من الإعراب. الإعراب يكون من أهله، ممثلا في أخوه الأستاذ كنان والآخرين من أهله، أمه طبعا ربنا يديها الصحة ويصبرها على ما هي فيه، وأيضا الجهات المعنية. أما أي حد من الموجودين قدامكم دول في الشاشة الآن ليسوا معنيين في أن هم يعطوا تصريحات عن أي حاجة تخص الحياة الشخصية للصديق الحبيب ديفيد رجل الكهف، ونتمنى له أنه يكون في مكان أفضل. وزي ما قلت أنا في أول كلامي إن اللي خلف ما ماتش، وهو خلف لنا يعني العديد من الكتابات والقناة التي أناشد جميع الأصدقاء، يعني ما أعرفش أنا هكلم بعد ما نخلص
هكلم مع أخوه علشان نشوف القناة إزاي ممكن نحفظ تراثه، يعني طبعا معتز أمين على تراثه المكتوب وتراثه المقروء أو المسموع عفوا من المحاضرات وخلافه. يعني لو البعض من الشباب أو الشابات الحلوين النشطين ينزلوها ويحفظوها just in case، يعني قناة تحذف بسبب الوفاة أو ما أعرفش أنا النظام بتاع اليوتيوب إيه، وهل هو عاطي الباسورد لأشخاص آخرين ولا لأ. كل هذه الأيام ممكن إيه هشوفها مع أهله ومع أصدقاء المقربين الذين كانوا يعيشون معه حيث يعيش في السويد. فمعانا الأخت سهيلة، وإذا كنت أنا من آخر الناس اللي عملت محاضرة معاه وآخر فيديو، يعني ليه الشرف إن هو آخر فيديو للأستاذ ديفيد العزيز الغالي، كان عن النقد الثقافي ونقد الفكري، وموجود على قناتي وموجود على قناته من حوالي 10 أيام أسبوعين يعني، وكان آخر هذا الأعمال التي رفعها على قناته الجميلة، وأيضا موجود على قناتي. اللي يحب يشوف هذا الفيديو اللي هو الأخير بيني وبينه، اللي كان مفترض ان في فيديو كمان هيتعمل بيني وبينه على قناتي في صالون الإنسانيين بالعربي اللي انتوا بتشوفوه، كان يوم 20 كما اتفقنا، وطلب مني انه الصبر عليه لانه كان بيمر بوعكة صحية، وكان صوته واضح، عرضت صوته كان عيان وتعبان يعني، وصرح الأهل بأنه مات بسكتة دماغية أو سكتة قلبية. أهلا بك يا سهيلة، وأنت عملتي مع ديفيد كم لقاء؟ لو تكلمينا عن اللقاءين الأخرانيين اللي عملتيهم معاه، وأيضا يعني كل التحية لكل الأصدقاء والصديقات اللي في الشات، وأرجو أن يجمعنا حب الإنسان، حب السعادة الإنسانية، ومحاولة أن نكون أكثر إنسانية وأكثر عقلانية. تفضلي يا سهيلة. أهلا بيك أستاذ أحمد، وأهلا بكل الموجودين معاك. طبعا كل التعازي الحارة في فقدنا كلنا ديفيد، وأنا يعني بيني وبينك يعني مؤمنة بحاجة مهمة قوي، المبدعون لا يرحلون. ديفيد كان مبدع وما زال إبداعه مكمل معانا. اتعاملت معاه شخص ولا أروع، منتهى الأدب، منتهى مش عارفة أنا يعني لغاية النهاردة أنا مصدومة كل ما بتفرج على 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 حلقة من اللي عملتها مع ديفيد، غصب عني بدمع. شخصية ولا أروع ولا أروع، على قد ما هو مثقف، على قد ما هو مهموم. يمكن آخر حاجة كتبها قبل الخبر ده بيومين كان تعبير عن حزنه واستياءه الشديد بسبب الحرب اللي حاصلة، وكتب تحديدا رسم يعني رفع صورة كده وانشره للموسيقى بدلا من الحرب. فشخصية في منتهى الرقة، زي ما قال أحد الأصدقاء في الاستوديو أنه بريء وشفاف كطفل لم يلوث، برغم أنه عنده من الوعي ما يثقل كاهل أي حد، ومع ذلك لغاية آخر لحظة وهو بيدي ما لم يتعالى. في ناس أنا بستغرب جدا الناس اللي بتقول مغرور أو كذا، بالعكس ولا أبسط ولا أكتر تواضعا من كده. طبعا بدون ذكر الشامتين، هو أرقى من كده بكتير إن احنا حتى نرد على حد من بسميهم مرضى بصراحة اللي بيشمتوا في حالة زي دي. وديفيد معانا، ديفيد معانا بهمه لتثقيف الشباب، لتوعيتهم، وبالعكس كان حتى رؤيته بالنسبة للأديان مش مهمة الأديان قد ما مهم انه حب اللي انت عايشه، لكن ما تأذيش حد. يعني بسأله في حلقة
انه مهم انك تقول لكل الناس انه الدين طلع كذبة كبيرة وانه الحاجات دي غير منطقية ولا تعقل. قال لي بالعكس، بالعكس انا ما ينفعش اجي على ام مكلومة في ابنها واقول لها على فكرة انت مش هتشوفيه تاني وكذا، لا طبعا مش هنكون رحماء. يكفي انه شخصية حساسة ناحية اي كائن حي، اي كائن حي. ديفيد كان بيبقى راجل ما بياكلش اي لحوم، ومش عشان انه يعني للمنظرة او انه انا والله فيجيتيريان انا مش بحب مش عارف ايه، لا هو انه ازاي بتقبله انه حيوان يتعذب عن طريق الذبح او كذا، لغاية حتى البيض كان فيجيتيريان، يعني ممكن يدخل في النمط الغذائي بتاعه سمك او كذا، لا بقى فيجن في اخر سنتين ثلاثة. فديفيد شخص مهما اتكلمنا عنه مش هنوفيه حقه ابدا ابدا. وهقول كلمة اخيرة بجد، المبدعون لا يرحلون. واعذروني مش عارفة بصراحة اني يعني اتكلم. وبشكرك جدا يا استاذ احمد على التظاهرة الجميلة دي في حب ديفيد رجل الكهف، وكل أكيد التعازي له حبايبي. الله يخليك يا سهيلة، وأكيد أكيد فعلا المبدعون لا يرحلون، ومن ترك أفكارا يعني إيه خير من ترك مالا أو ترك حتى أولادا يعني. على فكرة يا أستاذ أحمد، هعمل سلسلة، هعمل سلسلة إن شاء الله بالعنوان ده، ومش بس اللي رحلوا، لا حتى الموجودين، حتى الموجودين لازم يكرموا ويتقال بيعملوا إيه وبيتعبوا إزاي. صحيح صحيح، أستاذ أحمد سعد زايد، حامد عبد الصمد، كل المبدعين على الساحة اللي بيقدموا أي حاجة للشباب اللي طالع اليومين دول، بدل ما يمشوا في ركاب سين وصاد من المخبولين كارهين الحياة، لا لا يفوقوا ويفهموا الدنيا عاملة إزاي. فبشكركم جدا جدا على إسهاماتكم، أشكركم على المشاركة، شكرا. الله يخليك يا سهيلة الغالية، ويعني ممكن نقرأ يعني بعض الحاجات اللي الإخوة كاتبينها، يعني مثلا المكتبة المسموعة، أظن الأخت سمر بتقول الله يرحمه إن كان هناك إله وإن لم يكن هناك فحب كوني كبير، فلعله الآن في قلب هذا الحب الكوني لا نعلم المصير، لكننا علينا جميعا أن نكون طيبي القلب ولا نتمنى الألم لأحد، ولا يوجد ألم أكبر من الألم اللي إيه الألم المرض النفسي، لعله أشد أحيانا من الأمراض الجسدية. كاميليا بتقول صغير في السن إلا أنه كان موسوعة ثقافية وبحر عميق من العلم والمعرفة والإنسانية. صدقتي يا كاميليا العزيزة. حاتم يوسف وبيعاتبني إن أنا ما قبلتش صداقته على الفيسبوك، ابعت لي تاني رسالة وحتى يعني أراها. للأسف الشديد أنا عندي الصفحة مليانة، لكن الصفحة العامة موجودة، والصفحة العامة يستطيع الجميع مراسلتي عليها يعني آناء الليل وأطراف النهار، حتى لو برد متأخر معانا يا أصدقاء يعني متعاونين أدمنز هيردوا على حضرتك ونتواصل معك عند اللزوم يا عم حاتم. و يعني ده سؤال، ده حاجة جميلة وهي موجهة لكل معانا فوق ال 800 واحد واحدة دلوقتي، دي موجهة للجميع، للي بيحب ديفيد بدل الكلام الحلو اللي هو مطلوب الكلام الحلو. بالعكس أنا أذكر كلمة لديفيد لما مات صديقنا جان برو في بريطانيا وهو سوري أيضا، وقال يعني يا جماعة اللي عنده حد بيحبه أو حد غالي عنده ومش بيتكلمه، أو حتى حد زعلان منه نتيجة أسباب تافهة، يتواصل معاه وما يستناش يقول هكلمه بكره. ديفيد نفسه قال لي على صديقه جان برو، بيقول انا قلت يعني هكلمه مثلا كمان 4 ايام، فالاربع ايام ما جوش ومات جان، وجان برضه مات يعني مع زوجته واولاده وهو يعني في الاربعينات من عمره وبسكته يعني ايه قلبيه وهو في منتصف العمر، وما كانش يعني فيما اعلم يعاني من مرض عضال او اي شيء يعني. كاميليا اريد تعليقها،
في مين تاني ممكن نقرا تعليقه في الموضوع؟ طبعا عشرات التعليقات، انا اكيد بقرا الحاجات اللي هي القريبه مني. او مثلا سكاي ستار بيقول حبك ايه ديفيد لا ينتهي الا بموتنا. يعني شكرا من احمد حرقان الصديق العزيز بيقول شكرا لك استاذ زايد وللضيوف الاعزاء، وشكرا لكل الحاضرين. في زينة ابراهيم بتقول استاذ احمد اتمنى مساعدتك، عايز اتواصل مع الناس المشرفين على النشر اللي هو معتز، والناس المشرفين على المشروع الصوتي وهو الاخ هيثم، فيا ريت التواصل معاهم، وهم هيتركوا يعني هحط الكونتاكت بتاعهم يا زينة في صندوق الوصف بتاع هذا الفيديو، وهم لو يعملوا تعليقات كمان على الفيديو، التعليقات مش اللي هي على اللايف تشات، على الكومنتس اللي بتبقى تبقى ما بقي هذا الفيديو، ما بقيت هذه اليوتيوب او هذه الحياه عموما. يعني لروحك السلام من ماركوس بيقول والنور ايها الرجل المحب للكل، فانت في مكان جميل مع النور والمحبه المطلقه اللامشروطه التي لا توصف. كلام جميل. محسن بيقول شيئه فيديوهات ديفيد رجل الكهف تستحق ايه المشاهده. ناي بيقول اجمل ما يميز هذه الحلقه هي مفرده الحب، لان الانسان محترم ومحبوب. صار طبعا في عشرات التعليقات لو عدنا نقراها واحنا داخلين على الساعتين مش هنخلص هذه التعليقات الجميله. و يعني اهو بالما بتقول بحب اقول كلمه شكر وكلمه محبه لمن نحب ما داموا على قيد الحياه، لاننا لا نعرف متى نفارقهم. على راي عمر الخيام الشاعر الجميل بيقول لبست ثوب العيش لم استشر، وحرت فيه بين شتى الفكر، وسوف يبلى الثوب عني ولم ادرك لماذا جئت اين المفر. يعني كلنا بنتهيأ لينا، كل واحد فينا عنده اهداف وعنده حياه وعنده تطلعات، المهم تكون تطلعات جميله انسانيه. وحتى انا بقول يعني لو شخص ما عزيز او عزيزه انتحر، طبعا احنا نرفض هذا ونقول على كل انسان ان هو يستعين بالطب النفسي ويتمسك بالحياه، خصوصا ان كل واحد فينا له محبين وناس حوله يعني من كل حدب وصوب عايزينه يكون موجود. لكن حتى لو هو اختار هذه النهاية ينبغي أن نكون يعني رحماء ونشكر الناس اللي هي بتنتحر، سواء بما يسمى بالموت الرحيم أو بهذه الأشياء كلها، طالما هؤلاء الناس يعني ما أذوش حد، مش زي الناس المجرمين اللي يجي عايز يموت مش ما ينتحر ويغور في داهية، لكن ينتحر ويقوم مفجر سوق في بغداد ولا سوق في دمشق ولا في الرباط ولا في سيناء ولا في تونس ولا في كما يفعل هؤلاء المجرمون حول العالم الذين شوهوا فعلا سمعة المنطقة بتاعتنا من المحيط للخليج، فأصبحت منطقة لا يصدر منها إلا القنابل البشرية التي تعمل عمليات انتحارية وتظن أنها ستذهب بعدها حتى تسبح بين النساء العرايا في أنهار من الخمر. المهم معانا دلوقتي برضو صديق من أصدقاء النرويج وهو فراس البيطار، وهيقول لنا كلمة في حب ديفيد. وكما نقول وأكرر قبل فراس ما يتكلم أنه لا ينبغي لأحد أن يفتئت على الأهل أو على السلطات الرسمية في التوقع. الأهل قالوا أنه هو مات بسكتة قلبية، والبوليس احنا في انتظار البوليس، ونحن لا اللي احنا عايزين بنجتمع من اجله هو حب ديفيد ومحاولة الاستمرار في نشر مشروعه وتكملته. ويعني تعليقات كتير جدا من المحبين، يعني مثلا اهو بسنت بتقول رسالة حب لديفيد، سام بيقول الوداع لمن جاهد في سبيل توعية العقول وليس في سبيل أنهار الخمر، سنحبك يا ديفيد إلى آخر يوم في حياتنا من محمد حسن. آلاء بتقول ديفيد الحبيب ستخلد في عقولنا وأفكارنا. يعني كلمات كثيرة جدا جميلة والله، بعضها يقشعر البدن
ونرجو يعني أن ديفيد يكون في مكان أفضل، ونرجو أيضا لأهله الصبر والسلوان، خصوصا يعني الوالدة التي واجب علينا جميعا أن احنا نقدم لها العزاء ونقبل رأسها ونطلب لها يعني الصبر والرحمة في فقدان فلذة كبدها وابنها. يعني أنا أرسل لها تعازية، وأرسلت التعازي مع أخو ديفيد اللي اتكلم معنا من شوية الأستاذ كنان. إزايك يا فراس، وتفضل في الموضوع، تفضل وقول يعني كلمتك. تمام، مساء الخير أستاذ أحمد، مساء الخير قيصر والجميع المشاهدين. صراحة يعني مش عارف إيش أقول، لأنه الموضوع يعني ما تخيلت في يوم من الأيام أني أحكي بهذا الموضوع بالذات عن ديفيد. يعني تذكر يا فراس لما كنا بنتمشى أنا وأنت وهو ونخش المتاحف ومعانا الأخت المغربية؟ أيوة، ما هو ده لحظات، لحظات جميلة. أنا كنت أول مرة أقابل ديفيد أياميها، فوجدت يعني إنسان عرفته على الفيسبوك لسنوات طويلة، يعني حوالي كان 4 أو 5 سنوات قبل لقاء النرويج، وهذا اللقاء هو كان له الفضل الكبير في ترتيبه، وهو والأستاذ نور التونسي نور. وبعدين يعني كان لقاء جمعني بأصدقاء أعزاء ذكرت أسألهم قبل ذلك، وكان إنسان رقيق جدا يعني. فكلمنا عنه تماما. ما هو ابن بلدك كمان. ما هو هذا السبب اللي خلاني أكتر شيء إني أنصدم من اللي حصل، لأنه يعني يمكن هو أكتر شخص من يعني إحنا كلياتنا عارفين طبعا المجتمع بتاعنا كعلمانيين تنويريين لادينيين إلى آخره أيا كانت المسميات، الموجودين على السوشيال ميديا غالبا معرفتنا لبعض سطحية أو مجرد معرفة سوشيال ميديا، وهي حقيقة يعني، لأنه كل شخص من بلد وكل شخص من منطقة وبتجمعنا أفكار معينة. فالفارقة هون أنه يمكن ديفيد، مش يمكن أكيد، هو أكتر شخص هو وحضرتك، لأنه أنا وأنت تقابلنا كتير من قبل، ديفيد يمكن أكتر شخص اتقابلت معه وقعدنا مع بعض وكذا، وهي يعني لما كنا بالنرويج أنا وهو نمنا في غرفة واحدة، كان هو على السرير اللي فوق وأنا كنت على السرير اللي تحت، كان في سرير طابقين، أنا كنت في الطابق تحت وهو بالطابق الفوق. اليوم بتذكر يعني وقتها أنا بحب المزح زيادة عن اللزوم، فكنت بمزح معه وكذا، وكنت بخبطه وهو نايم مثلا ويصحى ويضحك. فهاي الذكريات بتقهرني يعني. هذا اللي صدمني لما سمعت الموضوع، انه طب يعني هذا الشخص يعني في اللي يعني مش مجرد شخص بعرفه على الفيس او مثلا بكتب معه رسائل او كذا، لا يعني قضينا وقت سوا وكنا بنمزح وبنضحك وكذا. لما بتذكر هاي التفاصيل الموضوع بيزعج، بيقهر، بيزعل، ايا كان سبب وفاته، سواء هو انهى حياته لاسباب نفسيه والى اخره، او وارد ايضا اسباب صحيه بسبب انه في بوست على صفحته قديم انه كان هو دخل المشفى لاسباب صحيه. انا يا فراس كلمته يوم 12 وكان يعني بيتفق معاه على لقاء يوم 20، وكان يعني طبعا كان بيعاني من مرض، وقال لي انا مريض، معلش اتاخرت عليك في الرد يا استاذ احمد ومش عارف ايه، فانا يسعدني اطلع معاك في القناه بعد كان 10 ايام. انا هقول لك بس يعني بالنسبه لهي النقطه، كلياتنا بنعرف انه ديفيد كان بيعاني من ما يسمى البايبولر او الثنائي القطب، فعادي جدا انه يكون في اسبوع مبتهج ومتفائل جدا وفي اسبوع اخر متشائم. خلاص احنا مش عايزين نتكهن ونتوقع يا فراس، فنحن لنا ما تعرفه عن الرجل ولا ما تتوقعه. انا ما تكهنت ولا توقعت، انا قلت لك قول يا حبيبي. انا ما تكهنت ولا توقعت، انا قلت لك سواء كان احتمال واحنا قلنا كده معاك. لا 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 مش مهم، انا بقول لك سواء كان فعل ذلك لاسباب ما او لاسباب صحيه بسبب انه موجود بوست على صفحته انه هو دخل المشفى سابقا لاسباب صحيه ايضا، فهذا ايضا وارد. فسواء هيك او هيك الموضوع بيزعل، انه انت تخسر شخص كان في لك ذكريات حلوه معه. ف
فديفيد بصراحة كان شخص لطيف جدا، وهذا على فكرة هذا اللي استغربته لما قابلته، بسبب انه هو يمكن شخصيته الدقن وكذا واللبس الاسود والقبعة والى اخره بتوحي هيك بشخصية شوي جامدة او الى اخره او كذا، ولكن لما بتقابله على ارض الواقع وبتقعد معه صاحب نكتة وبيمزح وبيضحك ولطيف جدا، دمث يعني، يعني سلس التعامل بشكل مش طبيعي. فهذا اللي بذكره عنه يعني، وقضينا وقت كتير حلو، رحنا لمتاحف كتيرة وكنا نايمين عند نور في البيت، ومش عارف الموضوع يعني كتير بحزن يعني. وعلى فكرة أنا جتني رسائل من أشخاص كان بيجيهم دعم نفسي دائما من قبل ديفيد، يعني ناس بيعانوا من البايبولر أو غيرها أو إلى آخره أو كذا، وإجوا بعتوا لي رسائل بالخاص حرفيا يعني إنه يا فراس إحنا هلا شو نسوي بعد ديفيد؟ أنا ديفيد هو اللي كان بيساعدني إني أكمل في الحياة، وكان بيدعمني نفسيا وكان بيقول لي نصايح إيش أسوي بالنسبة لاضطرابي النفسي أو كذا إلى آخره، بسبب إنه ديفيد كان عنده يعني كان موسوعة بصراحة بعلم النفس، يعني كان موضوع شغفه حرفيا. ففي أشخاص فعلا كانوا مستفادين منه بشكل مش طبيعي، من ناحية الدعم النفسي، من ناحية النصايح، من ناحية للآخره، وهلأ حاسين حالهم كأنهم يعني ضايعين، أنه أوكي نحن هلأ شو نسوي يعني بدون ديفيد، يعني هو اللي كان بيصبرنا، هو اللي كان بينصحنا. هي فاجعة، وهو شيء بصراحة بيقهر وبيزعل. وأيا كان السبب اللي حصل، تعازينا لوالدته ولأخوه ولعائلته، وتعازينا لأنفسنا بصراحة، يعني شخص لطيف جدا، وشخص يعني مثقف، وشخص يعني كان يعني مش عارف، أنا بصراحة أنا مش حابب أقول جمل يمكن تضايق يعني أو ترجع المواجع مثل ما بيقولوا، تقلب المواجع، بس يعني بصراحة ما بعرف، أنا عن جد يعني كل يوم عن يوم بحس كأنه فعلا أغلب الناس اللي بيستحقوا الحياة بجدارة وبيستحقوا أنهم يكملوا حياتهم يعني لآخر لحظة ولآخر نفس، ويفيدوا نفسهم ويفيدوا اللي حواليهم وكذا، بتلاقي أغلبهم يعني بنخسرهم بطريقة غريبة وبطريقة سريعة، و مش عارف موضوع حزين يعني. مش يعني يا فراس كمان يا بتذكرنا بكلمة لديفيد كتبها مرة في بوست: هناك أشخاص لا يستحقون الحياة، ولكني أعرف أشخاص لا تستحقهم هذه الحياة. يعني كلمة جميلة، وأنا أظن إن ديفيد كان من الأشخاص الذين يستحقون الحياة، وهم أفضل يعني فعلا من كثير من الناس، إنسانية وحسن خلق وطيب معشر ولطف، وعمره ما يعني شفته بيتكلم على حدا ولا بيسب حد مهما كان مختلف مع الناس، ولا بيدخل نفسه في سفاسف الأمور، وكان مهتم بمشروعه الثقافي، وكان لا يقول يعني فعلا إلا خيرا يعني. وأكيد أنا وفراس، ومن شوية كان أبو الحكم، ومن شوية كان قيصر، والأصدقاء كلهم واللي كانوا موجودين معنا في الرحلة، بداية من الأستاذ نور ساسي والأخت حنان والأستاذ حسان والأخ حسن البدري وهيمن وكل الناس، يعني فعلا كانت أيام جميلة. يعني فعلا يا أيها الأصدقاء والصديقات، حياتك هي اللحظات الحلوة اللي انت هتقضيها، فحاول تكترها قدر المستطاع. دي نصيحة لنفسي ولحضراتكم جميعا، حاولوا تكونوا يعني أكثر عقلانية، أكثر إنسانية، أكثر سعادة، وأكثر سبب في سعادة الآخرين. وأذكر كلمة ديفيد لما مات صديقنا جان برو في بريطانيا، ومات يعني مع أسرته الصغيرة، زوجته وأولاده، وهو كان طبعا هناك يعني وحيد، سايب سوريا نتيجة الظروف المنيلة اللي فيها كثير من البلدان العربية، وقاعد هناك ومات فجأة. ففاكر كلمة ديفيد قوي أثرت فيا، لما قال يا جماعة اللي له حد صديق وبيحبه يروح يسأل عليه قبل ما يستنى. هو ديفيد نفسه بيلوم نفسه انه كان عاوز يكلم جان، وبعد قال انا هكلمه بس كمان 3-4 ايام اخلص الشغلتين اللي في ايدي،
وبعدين جام مات وما لحقش ديفيد يكلمه. والله يا استاذ احمد هاي الكلمه بالذات اثرت فيني بطريقه مش طبيعيه، بسبب انه للاسف انا وديفيد ما تكلمناش يمكن من عده اشهر، يعني اخر تشات كانت من عده اشهر، مع انه كنا سابقا يعني معتادين نتكلم كتير، بس مشاغل الحياه وبدلت اعمال كتير حياتي الواقعيه وكذا واخره، ف مش عارف حسيت نفسي متشتت فترة وكذا وما تكلمناش لفترة طويلة. فلما شفت هاي الفيديوهات عم تعاد انتشارها يعني عادت هيك، يا أخي يعني ليش ما حكيت معاه قبل ما يصر له شيء يعني هالفترة اللي فاتت، يعني مش عارف يعني الموضوع. خلاص النصيب بقى، بس أنا كنت محظوظ الحمد لله، يعني كنت متواصل معاه لغاية يوم 12 مارس ولعل بعض الأصدقاء الآخرين أيضا، وطلعت في آخر فيديو شيره يا فراس على القناة بتاعته، كانت يعني محاورة بيني وبينه عن النقد الثقافي ونقد النقد في قناة صديقه، موجود على قناتي وقناة ديفيد، ولسه بقول للناس كلها وأكرر حاولوا تحافظوا على تراثه، وأنا هحاول من ناحيتي، لكن كل واحد فيكم أيضا وكل واحدة تحاول لو هي شايفة أن هذا التراث يستحق أن يستمر وأن ينتشر، وأرجوكم جميعا أن أنتم تكملوا المسيرة، يعني كل واحد يقدر يعمل شيء، اللي يقدر يلخص كتاب، اللي يقدر يلخص مقال، اللي يقدر يكتب شيء، اللي يقدر يضيء شمعة، يعني زي ما بيقولوا كده في المثل، يعني اشعل شمعة أحسن ما تقعد تسب وتلعن في الظلام. يعني نحن عايشين في حالة زفت، مش معنى كده أن نحن إيه نستسلم، لابد أن نقاوم. وديفيد رغم مرضه الشديد أنا أشهد له أنه كان مقاوما شرسا حتى للمرض، وكان زي ما بيقول الفراس كان يعني أنه هو مستشار، ويعني الفيديوهات بتاعته أشهد، يعني مش محتاج في شهادة فراس ولا شهادتي أن الراجل يعني عمل فيديوهات كتيرة لمعونة للناس اللي بتعاني من المرض النفسي. طيب احنا نعمل كلمات ختاميه للناس اللي موجودين معانا، يعني تحديدا معتز وهيثم، ثم نرفع الجلسه، ولقيت سؤال يعني هحطه على الشاشه ممكن اقراه عليكم، او حتى لو قطعتكم تعذروني عشان اقرا اسئله الاصدقاء او تعليقات الاصدقاء. فنبدا بهيثم، نعكس المره دي ونخلي مسك الختام لمعتز ابن تونس، هيثم ابن تونس ومعتز ابن الجزائر، فنبدأ بهيثم اللي هو يعني بيعمل مشروع لتحويل كتب ديفيد إلى كتب مسموعة، وأيضا يعني أناشدك لو أنت يعني داخل في السمعيات والحاجات اللي زي كده، يبقى كمان تحافظ على كثير من محاضراته وتعمل لها مثلا يعني مونتاج بحيث تكون أحسن إخراجا. نعم نعم، هو هذا المطلوب، هو للمعلومة فقط، هو مشروع الكتب الصوتية هو مشروع دار درملين بالأساس، لكن نحن الشركاء في هذا المشروع، يعني سنعمل من أجل هذا المشروع كشركاء، أما هو في الأصل مشروع دار درملين، يعني مشروع دار النشر، دار نشر الكتاب الورقي والكتاب الرقمي والكتاب الصوتي. قرأت قبل قليل التعليق يقول رجل الكهف رحل دافيد وبقي الكهف فارغا. عفوا صديقي، الكهف لم يبقى فارغا، دافيد ترك تقريبا فيديوهات بالعشرات إن لم تكن بالمئات، وهي مراجع، كتب كتب عن الاكتئاب، عن اضطراب الشخصية، عن ثنائي القطب، وهي كتب مراجع، كتب مراجع لمن يعاني من هذا المرض أو لمن لهم في عائلاتهم أو أصدقائهم يعانون من هذا المرض. المعلومات الموجودة في هذه الكتب بالتحديد معلومات ربما لم تطلها يد الباحثين العرب، دافيد بحث عنها وترجمها بنفسه إلى العربية، وترجم منها مقاطع تعلم منها ونقلها إلينا. هذا المطلوب أن ما نتعلمه من دافيد، في انتظار مزيد توسيع دائرة النشر في كامل العالم العربي أو في العالم كله، في انتظار ترجمته أيضا إلى لغات أخرى، فرنسية، الإنجليزية، الإيطالية، الألمانية، أي لغة تتطلب ذلك، في انتظار أن نقوم بمشاريع أخرى لدافيد. لن ننساه، لن نتركه، سنحافظ على ذكراه، سنحافظ على حياته بيننا. حاجة فقط، هو يلزم فعلا المحافظة على ميراث دافيد. هذا ما أطلبه من أصدقائه ومن كل محبي دافيد، ومن نفسي شخصيا، ومن دار درملين أيضا المعنية، لأنها تمتلك المخطوطات، مخطوطات دافيد،
وكل كتب دافيد. في النهاية أعيد تقدم بتعازية الحارة لعائلة دافيد ولأصدقائه ولمتابعيه. أشكرك أنت أستاذ أحمد على تشريفي بالحضور بينكم هذا المساء، أشكر كل أصدقاء الذين شاركوا، وأنا سعيد جدا جدا بالمئات والألاف من المتابعين الذين تابعوا هذه الحلقة، وشكرا. وأنا معاك يعني سعيد بكل المتابعين والمحبين، وهو كان أبو الحكم وكاميليا وأصدقاء آخرين بينشدون لها كمان، وأبو الحكم بيقول يعني أنا بقول لكل واحد فيهم سواء أبو الحكم الصديق العزيز أو نهى أيضا الصديقة العزيزة أو آخرين، اللي يقدر حاجة يعملها ما يستناش يستأذن، اللي عاوز يعمل حاجة يعملها. وزينة بتقول عايزين نعمل دعم مثلا بحيث طباعة بعض الكتب وتوزيعها أو شيء من هذا القبيل، دعم مادي. فوالله يا زينة يعني تفضلي واتصلي بالناشر وفعلي ذلك ولا تترددي، أو يعني اللي عاوز يعمل حاجة يا جماعة، إحنا هنا يعني مش لسنا حزبا سياسيا ولسنا جمعية حتى ثقافية، إن شاء الله ربنا ينفخ فصولنا ونعمل جمعية ثقافية تهدف إلى سعادة البشرية وسعادة الإنسان المتحدث باللغة العربية من المحيط الخليج أولا، أهالينا وحبايبنا في هذه المنطقة المسالمين المحبين للحياة والمحبين للجنس البشري، ونحاول أن نفعل هذا. لكن حتى هذا فكل واحد يقدر يعمل حاجة يعملها، اللي يعرف يعمل حاجة يعملها. وكوميديا التنوير بزعلان بيقول لي يا أستاذ زايد ليش موتوا تركنا نعلق فرح، إيه براحتنا ليه بتسوي، هي مش خمس دقايق هي ثلاث دقايق، عشان يعني الناس يعني كتير والحمد لله في البثات اللي الواحد بيعملها وفي الصالون، فيبقى الكلام مرتبط بالصالون ما يتحولش إلى يعني تشات بين الأصدقاء. يعني إحنا لو الصالون ده حقيقي وإحنا قاعدين في قاعة يعني يبقى لابد يكون الكلام فقط ايه مع المنصة او طلب الكلمة والتعليق. وانا احب والله اشير الستريم يارد، لكن يعني ايه يعني البتاع ما بياخدش اكتر من ستة، وانا عاطي الاولوية للناس اللي زي ما انتوا شفتوا كده يعني بدون تحيز، اللي عرفوا ديفيد شخصيا وخصوصا في الفترة الاخيرة ومتواصلين معاه وقابلوه لحم ودم كانسان، مش يعني مش مجرد ايه يعني المتابعين طبعا الحمد لله بالالاف، والناس اللي يعرفوه عن طريق السوشيال ميديا وكده بالالاف ان لم يكن بعشرات الالاف، وقناته فيها اكتر من عشرات الالاف. فالمقصود مننا احنا هنا ان احنا نكشف معلومات مفيده للمجال العام عن هذا الانسان اللي عانى، اللي عمل رحلة فكرية جميلة وتحرر من أغلال زي ما بيقول الأستاذنا الراحل عبد الأستاذ القسيمي عبد الله بن فهد القسيمي، لما بيقول هذه هي الأغلال. واحد ده تحرر من أغلال كتير جدا جدا جدا، وتجربته أيضا زي ما بقول دايما رغم حبي الشديد جدا جدا لديفيد يعني، والدليل أن أنا بحاول أعمل هذه الحلقة المتواضعة وجمعت أصدقاء كثر حول هذه الحلقة، إلا أني العالم برضو إحنا عايزين ننتهي من الستيريوتايب بتاع أن العالم يا جماعة ملائكة وشياطين. العالم إحنا بشر نفعل أشياء كثيرة مفيدة، ممكن نفعل بعض الحماقات، لكن المهم أن إحنا نحاول قدر المستطاع نكون إنسانيين، نكون أخلاقيين. ويعني إذا كان هناك بعض الناس الذين يرفعون لافتات الأخلاق هم لها فاقدين، او هي الاخلاق بتاعتهم هي اخلاق افعل ولا تفعل من شخص بيمليهم كده اشياء، يعني اذا كان احيانا يقول لهم انكحوا المحارم ينكحون المحارم، لا تنكحوا المحارم اتركوا المحارم، باشياء كثيره يعني ايه هي في الاساس لا اخلاقيه، ويجعلها لهم هذه التصورات وهذه الهلوسات اخلاقيه. وابسط حاجه لا اخلاقيه بتفعل هذه الشماتة الحقيره في إنسان رحل عن عالمنا، يعني من قال فليقل، حتى زي ما بيقول النبي الكريم من قال من كان متكلما فليقل خيرا أو ليصمت. عايز تقول الله يرحمه، تقول الله كذا الله كذا، قول. مش عايز يا أخي زي ما بيقولوا الفلسطينيين أصحابنا إيه اللي بوجهك، يعني غوف داهية يا ما تقول حاجة واسكت وخلاص. يعني أنا عاجبني فلان وفلان ده مات، والله أقول الله يرحمه وأروح أعزي أهله وأقول وانشر فيديوهاته وانشر كتبه، مش عاجبني أسكت. او في اضعف الايمان يعني او مثلا انتقد نقد فكري وثقافي، اقول والله يا عم ديفيد ده عمل كتاب كذا والكتاب ده فيه نقط ضعف كذا،
عمل محاضره كذا وفيها معلومات غلط كذا، بمنتهى الادب بدون يعني سب. يعني السب كما قال مش فاكر مين، واحد من ادباء العرب قال: اما السب فيحسنه كل احد، اما السب يحسنه السفله وغير السفله. فالكلمه مع معتز، ونخليها بقى الكلمه الختاميه، ونشكركم جميعا. ولو حد عايز يقول حاجه من اللي موجود معانا في المنصه اسمعني معتز، بعد ما خلي عم معتز يتكلم، ويعني وعندك معلومات، وانت قلت لكم يعني هتعملوا هوم ورك يا معتز ويا هيثم، وتقروا التعليقات، والتعليقات في المشروع الفكري لديفيد كيف ما تكلمنا عليها. وبعض الناس بتسال لسه هو مات ازاي، احنا قلنا اتكلمت يعني يمكن 20 دقيقه في اول الحلقه، ارجعوا لاول الحلقه يعني مش مضطرين نعيد الكلام مره اخرى، اليوتيوب يحفظ الفيديو فتستطيعوا ان انتم تشوفوه. واكرر تعزيه لينا اولا وقبلنا وبعدنا ومعنا والدته الكريمه واسرته الكريمه. اتفضل يا معتز. شكرا استاذ احمد. برك اضافه بالنسبه لسؤال على كتب الانجليزيه، كتب الانجليزيه حين يكون جربوا يكون نشرها كثاني على امازون راح يكونوا كبيبر باك، يعني راح يكونوا ككتاب ورقي والكتروني، وراح نجربوا انه يكون ثاني الفتره معينه يمدها امازون انه يكونوا مجاني بطريقه اللي تحفظ حقوق النشر. راح نتواصل معك استاذ احمد في هذا باش توصل الكتاب لكل محبيه. ثاني احنا في رؤيتنا ان نشوفوا باللي صناعه النشر هي اكبر من واكبر من 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 طريقه عرضها، لهذا فكرنا في الكتب الالكترونيه والصوتيه. يعني هذه راح ننسق مع هيثم ونقدروا نجربوا الماكسيموم ان نوصلوا الكتاب. ثاني نتواصلوا ايضا بعد الورثه للحقوق باش نحافظوا على حقوق النشر ايضا، يعني نشوفوا اذا كان لديفيد اي وصيه بالنسبه لكتبه، هذه ثاني نحطوها في عين الاعتبار. اي سؤال استاذ احمد بالنسبه للكتب؟ انا هنا الاجابه يعني اذا يسمح الوقت. جميل جدا. بالنسبه لمعلومات التواصل ممكن مثل كان الواتساب ولا الصفحه يتواصلوا معنا عادي ماشي مشكله. بالنسبه للنشر العربي يعني سبقت الذكر اننا نعمل مع الدار العربيه للعلوم ناشرون اللي هي دار عريقه في النشر في بيروت، ونجربوا انه نستفادوا من شبكه توزيعها في الدول العربيه وين تكون طبعه مشتركه، هذه رانا نعملوا عليها ممكن ترى النور في هذا العام نهايه هذا العام. طبعا الناس كتير بتشكرني والله، بقول لهم يا جماعه على شكر على واجب. وايف او يعني حواء بتقول شخص شفاف مسابر مساعد للغير لم ينتحر والرحمه لروحه. الله يخليك يا ايف، ويعني فعلا يعني وبعدين في النهايه برضه هو انسان رحل عن عالمنا وبقيت لنا منه اشياء جميله جدا جدا. احمد المطاطي بيقول لي هل تسمح بخطاب كراهيه عنصريه؟ ابدا لا اسمح، ولا اسمح باشخاص عنصريه ترى قتل المختلف يعني مهما كان ملتهم، يعني سواء كانوا يعني لو شخص يعني مسلم، شخص ملحد، شخص هندوسي، شخص اي بلا ازرق جاي وبيقول لي انا مؤمن بحد الرده وحد قتل المختلف وتكفير فلان وتبديع فلان وقتل فلان وذبح فلان، هذا مرفوض. واحد مؤمن بالتعايش الانساني ولو يعني عقائد معينه، حتى لو بيعبد الفيران زي بعض المذاهب الدينيه اللي هي بالالاف موجوده على كوكب الارض، فوالله مرحبا باي انسان مهما كان يعني ايه عقيدته فلسفته اتجاهه. المهم يكون في شرطين بسيطين جدا، انه يكون مسالم، يكون غير عنصري وغير صاحب خطاب عنصري يلعن ابو كل الطوائف الا الطائفه بتاعته، ولا يكون خطاب يحرض على العنف او يمارس العنف. وهذا اكرره، وناس يقولوا انت بتكرر الكلام ده كتير، يعني ايه لقد اسمعت لو ناديت حيا ولكن لا حياه لمن تنادي. احنا بنقول يعني زي ما الولد يعني ما يكون عندك عيل ولا عيله واد ولا بنت تقول له يا ابني ذاكر
وكل شويه يجيب لك ملحق يعني يسقط ويجيب كعك في الشهاده بتاعته، فيقول لك يا بابا ما تقوليش ذاكر. طب ما انت يا ابني لو بتنجح انا مش هقول لك ذاكر، انت ذاكر واحنا نسكت. يلا المهم نسمع عم فراس وممكن بعد كده نرفع الجلسه، ولو حد عايز يقول حاجه برضه، بس يعني خلاص احنا ايه ازفت ازف الوقت. فاتفضل يا فراس، ويا ريت ايه يعني ايه تؤتى جوامع الكلم تنجز وتوجز. نقطة أخيرة، أنا معرفش جبتوا هذا الموضوع ولا لا، الشيخ الترندات، الشيخ المشهور بشيخ ترندات أو الشيخ مجانس عبد الله رشدي، مش عارف ذكر أشخاص بالأسماء يعني، قول بس. في أنا ذكرت في الأول بعض الناس اللي سبوا على ديفيد امبارح بالأبس، بعض القرارات اللي سماها أخوه يعني إن هم، وأنا سميتها مع أخوه. لا أنا عندي أنا عندي منصات للسفاهة والسفالة. ايوه ايوه قله ادب يعني. انا عندي رد بس مختصر على يعني على البوست بتاع عبد الله رشدي. طبعا بعيدا عن انه عبد الله رشدي احنا عارفينه او حافظينه انه هو يتصيد اي ترند بيحصل، لو اي حاجه تحصل في اي مكان في العالم العربي او الاسلامي هيتكلم عنها باي شكل من الاشكال، وده حقه ما فيش مشاكل. انما ايه جاي بيقول انه الملحد السوري الذي انتحر ومش عارف ايه وكلام غريب كده ومضحك. فانا بصراحه يعني ردي على عبد الله رشدي وعلى اي شخص بيفكر زيه او عجبهم كلام عبد الله رشدي، هو يا جماعه معلش، هي الامراض النفسيه او الاضطرابات الشخصيه حصر محصورة او يعني حكر على الملحدين ليس غيرهم؟ هل هي حكر على المسيحيين؟ هل هي حكر على المسلمين؟ لا، دي أمراض نفسية، دي اضطرابات شخصية موجودة عند بعض الأشخاص سواء بيتولدوا بيها أو بتبقى بيئة معينة عاشوا فيها أثرت عليهم أو حفزت اوريدي جينات موجودة عندهم، عوامل مختلفة بتختلف من مرض للآخر ومن اضطراب للآخر، لا علاقة لها ولا بشكل ولا بآخر لا بالإسلام ولا بالإلحاد ولا بالمسيحية ولا بالمهلبية ولا بأي معتقد. فأنا مش فاهم يعني هل ديفيد هو الوحيد اللي عنده مرض نفسي يعني؟ طب افرض يا عبد الله رشدي لو كان ديفيد مسلم وعنده مثلا اوكي باي بولر، برضو كنت راح تنشر عنه نفس المنشور؟ ولا كنت راح تقول اخ لنا في الاسلام والله رحمه الله عليه عانى من كذا ومش عارف ايه وبتاع وبلاء من الله؟ انا مش فاهم الدبل ستاندرز هاي هنخلص منها امتى بصراحه. شيء مقزز بصراحه. شكرا. جميل جميل جدا يا حبيبي، واقول بقى ليكم جميعا في نهايه لقائنا الشكر الجزيل، ولعل كلام ولاء جميل تعزينا لكنان وعائلته، وشكر كل شكر على الواجب، وشكر للضيوف، والسلام والحب والرحمة لروح ديفيد في السلام الأبدي ولأفكاره الخلود والاستمرار معنا. وعجبتني كلمة بس مش هقعد ادور عليها دلوقتي، من أحد الأصدقاء الكلمة لديفيد أو الصديقات مش فاكر يعني، قالت إن أو قال إن ديفيد قال مرة إن لعل لو ديفيد عاش 10 سنين كمان كان هيبقى هو أكبر ناقد لأفكار ديفيد. وهذا هو هذه هي الصيورة الإنسانية يعني، الإنسان عرف أديانا كثيرة، عرف لغات كثيرة، عرف مذاهبا كثيرة، عرف نظريات علمية كثيرة، وإحنا دايما في حالة صيورة دائمة نتطلع للأجمل للأحسن للحق والخير والجمال، ونحاول معا يعني كلنا بنحاول، بس يعني ابسط شيء ان احنا نحب بعض ونحترم اختيارات بعض، وحتى لو خطأنا بعض نخطأ بعض برحمه وبادب، حتى لو حد فينا اخطا او عنده مشكله نحاول بقدر المستطاع، حتى لو يعني انا مثلا افرض شخص انا اتخنقت منه جدا او واحده اتخنقت منها جدا اتجنبها يعني بمنتهى البساطه. يعني في قواعد اخلاقيه انسانيه جميله جدا، والله واحد متضايق، انا متضايق من فلان او علان او توتان، اعمل له بلوك بمنتهى البساطه في العالم الالكتروني، وما قابلوش في العالم الحقيقي بلا سب وشتم، لان زي ما قلنا السفاله يحسنها يعني المنحطون يعني ايه جيدا. فالسلام والحب والرحمه لروح الحبيب الغالي الذي رحل عن عالمنا، وهو انسان يعني زي ما قال هنا اهو يونيفرسال، انسان يعني فعلا ديفيد انسان عالمي مثقف
عالمي على مستوى الكوكب. يعني ايه فعلا هو كان انسان في تطلعاته عالميا، وانا اشهد بهذا من خلال العشره والضحك اللي ضحكناه سوا والمشي والقعده في الاماكن، يعني سواء كانت الاماكن الثقافيه او في الكافيهات والمطاعم والبارات والمتاحف والاوبرا بتاعت اوسلو اللي دخلناها مع الاصدقاء اللي ذكرت اساميهم من شويه. فكانت ايام حلوه، واحنا زي ما بقول يا جماعه ساعدوا بعض وساعدوا انفسكم ان تكتروا من اللحظات الحلوه دي اللي هي هتبقى لينا ذكرى حلوه، ولو اللي يعرف حاجه يعملها يعملها وما يستناش استئذان. في واحد بيوجه لي نقد بيقول لي يا عم احمد انت ليه جايب اصحابك او الناس؟ انا اخترت معيار واحد بس، الناس اللي قابلت ديفيد شخصيا وتكلمت معه شخصيا، يعني شخصيا زي يعني مش عبر الشبكه العنكبوتيه، قابلوا في العالم الواقعي. ويعني الاستثناء من كده كان وحيدة هي سهيلة، لأن عملت معاه آخر لقائين، وأصدقاء كتير من اللي قابلوه مثلا زي الصديق العزيز أيمن عجبي، ورحت عملت شاركت معاهم في الحلقة بتاعته عن ديفيد، وأصدقاء كثر عملوا حلقات عن ديفيد. يعني المجال مفتوح، اللي عايز يعمل حلقة يعملها، حتى لو ينتقد أفكار ديفيد أهلا وسهلا، بس ينتقدها بأدب بدون شماتة وخسة وندالة، والله أهلا وسهلا، يقول والله ديفيد عمل المحاضرة دي فيها كده حلو وكده وحش، ده مرحب فيه. أما المنصة بتاعتي أنا هنا، والله هذه القناة هي قناتنا كلنا الإنسانيين بالعربي، ولكن عشان واحد يطلع في منصة هذه لابد أكون أنا أعرفه على الأقل شخصيا، حتى أستطيع أن أنا أكون عارف ده هيقول إيه وقال شخص، يعني سواء في أي اتجاه، يعني من حقي أن أنا أعرف الناس اللي مدعوين. وزي ما أنتوا شفتوا كده قامات كبيرة جاءت في صالون الإنسانين بالعربي، على رأسهم أستاذنا الكبير الشاعر السوري الكبير الأستاذ أدونيس، والدكتور الكبير أيضا عصام الخواجة، صديقنا الدكتور شريف يونس، يعني أسامي كتير عشرات، ابتهال الخطيب، نادر حمامي من تونس، أصدقاء كثيرين جدا جدا، يعني لا اريد ان انسى احد، هاجر خنيفر، مش عايز انسى حد والله، انا يعني عشرات الناس القامات الكبرى، الدكتور خزعل المجدي، الاستاذ العزيز فراس السواح، كل هؤلاء الناس جاءوا في المنصه. فانا اريد المنصه التي يعني اشرف عليها ان بقدر المستطاع تقدم رساله انسانيه وعقلانيه، وادينا ايه لينا يعني جهد متواضع في ان احنا نحاول نحسن هذا. وبرضو احيانا لا ازعم ان كمال العمل اللي بنقوم به، لو حصل خطا فنرجو منكم المغفره والمعذره. وانتم اديكم شايفين ديفيد كنموذج اهو، الحياه بسيطه جدا، في اي لحظه ممكن اي حد من حضراتكم حتى لو كان صغير في السن او كبير في السن، ذكرا كان او انثى زي ما بيقولوا، يرحل عن عالمنا بين ايه عشيه وضحاها. فمش هيبقى الا اللحظات الحلوه والذكر الطيب لينا، ولو كان واحد عمل حاجه مفيده فلعلها تبقى لأجيال وأجيال ما بقيت إيه المجموعة الشمسية وضرب اللبانة الميلكي واي. يعني كفاية هذا الكلام، تجاوزت الساعتين في حب ديفيد، ونقول يعني إيه نتمنى له لعمله الاستمرار، وكل واحد فيكم يعمل الواجب بتاعه في إن هو يفعل ما يستطيع. وكمان الاشتعازي الشديدة للأم الفاضلة اللي أنجبت لنا هذا الشاب الذي مات شابا جميلا مفكرا متأملا متحررا من أغلال ورثناها بلا حول منا ولا قوة. وتعازي طبعا لكنان وإخواته ابنه وأسرته كلها، من نعرف منهم ومن لا نعرف، وتعازي ونعزي أنفسنا أولا يعني بهذه بهذا الفقدان الكبير. وأقول لكم إيه يعني تصبحوا على خير، وكل سنة وكل يوم وكل ساعة وكل ثانية وانتم وأنا أولكم أكثر إنسانية، أكثر ذوق، أكثر عقلانية، أكثر حبا للحق والخير والجمال. ونقول لكم إيه يعني كفاية كده كلام، أرجو إن احنا بس ننفذ كلنا ننفذ بعض القيم اللي احنا بنزعم ان احنا بندعو غيرنا لها. وتصبحوا على خير. هناك خوف على ما يسمى وما غير ذلك على ان يسموه بالحاجه في عالم موجوده في الوقت ده.